ايه الآلة دي يا دولة؟ انت بتذاكر حساب مسللات ولا ايه؟ حساب مسللات؟ اسمها يا ابني حساب مسلسلات. بعدين دي حسبة انا بعملها كده عشان ازود صلاحياتي في البيت. صلاحياتك ايه يا دولة؟ انت هتصلح ايه تاني في البيت يا عم؟ انت لسه مجبسين كوع الحوض ومرمطنا انا فيه. لا يا ابني مش تصليح يعني كده، لا انا يعني صلاحياتي بزودها، عايز اعمل كنترول بقى على الناس اللي في البيت. مصاريفهم زادت قوي 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 يا رمزي. وانت غشيم، والحاجه دي بقى دول انا شايفها من زمان وساكت بقى. انا غشيم؟ حاجه تقول لي انت شايفها؟ ايوه دول الحاجه دي بشوفها بعناية وبسكت. اخلص بعينيك اللي انت خايلني بيها دي، بتشوف ايه؟ بص يا دول بقى، الحاجه بتبقى بجنيه ويقولوا لك عليها بجنيه وبريزه، وبريزه على بريزه بتبقى الحياه لذيذه. بتبقى الحياه لذيذه؟ انت اي كلام بتقوله. خلاص انا خلاص فقت وصحيت، الوحش فاق وقام وخرج من الأمقم يسقر ويزقر من خداع القطيع. القطيع؟ يبقى هم بقى مستقطعينك يا معلم. ولا رمزي دول، خد دي ورقة الطلبات دي، عايزك تروح تجيبها. ماشي؟ عايزك تفاصل وتناحر، ولو وصلت انك انت تضرب اضرب يا رمزي، اضرب يا رمزي، اضرب يا رمزي. وما تقلقش خالص، علاجك كله هيبقى عندنا. ما تقلقش يا رمزي، عايزك تضرب. المهم تجيب لي ارخص الاسعار. عايز اثبت لهم ان مع عادل سعيد الحياه اوفر والس الس الس. صح، ويبقى عادل بتاع زمان رجع في برطمان. بس يا دولا يعني التحدي ده هيفيدك بايه؟ ده مش تحدي، ده تعديل مسار يا رمزي. تحويل مسار ازاي يعني؟ بص يا رمزي، الستات دول انت واخد بالك، لو انت طول الوقت بتقعد تزعق لهم بعد كده زهقك ده مش هيبقى له اي معنى. ايوه دول زي ما انت كل شويه بتقعد تزعق لي كده، صح؟ انت ستات. ها ايه رايكم بقى؟ ايه ده يا عادي، انت اشتركت في مشروع شباب الخريجين ولا ايه؟ لا يا لطيفه، دي طلبات الشهر كلها على الله بس تقضيكم. قصدك ايه بقى يعني يا عادل؟ انت عايزنا بقى ان احنا نربط الحزام؟ طب وليه تربط الحزام يا خالتي مرانيا؟ انت ممكن تشتري منطلون بحملات زي انت اللي بتخليك تدخل دي امور عائليه، بتتكلم معانا ليه؟ انت جاي شيله بس، اقول لك شيل حاجه تشيلها. شيل البتاع دي اهو، حطها هي دي وظيفتك، ارجع مكانك. ورينا بقى يا شملول يا فالح هتمشي البيت ازاي. لعلمك بقى همشي وهمشي كويس جدا، ومش هحرم حد من حاجه. اي حد عايز حاجه هياخدها وبزياده كمان. يعني ايه؟ هترجعنا تاني للعصر البدائي؟ هنتعامل معاك بالمقايضه؟ ولا مقايضه ولا حاجه يا رانيا. يا رانيا طلباتكم موجوده اهي وتكفي الشهر كله، عايزين ايه تاني؟ شهر ايه يا ابو شهر؟ اللي لو عملوا شهر 9 ايام. يا ابي دول 3 وجبات، غير سندوتشاتي وسندوتشات ياسمين بتاعت المدرسة. قولي له يا بنتي، ده باين عليه مش عايش. يعني قصدكوا ايه؟ ان الحاجات دي كلها ما تكفيش الشهر؟ لا طبعا مش هتكفي الشهر، لان الاصناف الكتيرة اللي على المائدة لازم تبقى متنوعة. اصناف كتيرة ليه على المائدة؟ هو صنف واحد بس، والترشي والسلطة يخدموا عليه. ترشي وسلطة ايه اللي هيخدموا على مين؟ انت هتربي ارانب؟ ودي فكرة مش وحشة برضو، احنا ممكن نستغل البلكونة نربي فيها حيوانات. يا دولة ممكن نجيب معزة ونحلبها، على فكرة بيبقى لبن المعيز حلو جدا على فكرة. انت بتتكلم ايه؟ لبن معيز ايه؟ لبن معيز ايه يا جدي انت؟ انت مالك؟ بتتكلمش خالص. بالنسبة بقى يا جماعة للمواصلات، أنا بقترح إن أنا بقترح يا جماعة إن الاشتراك بتاع مترو الأنفاق يبقى معاكوا كلكوا، واللي يقدر يزوغ يزوغ من تحت المكنة، اتكل على الله يبقى 100 100. جري يا عادل، أنا فيا صحة وطي من تحت المكنة؟ لا يا ماما، بالنسبة لك أنت تعدي بالتذكرة عادي، لكن ياسمين بقى ونجلاء ممكن هما اللي يتسرسبوا في وسط الزحمة. لا 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 انا مش موافقه، this is not fair. انت لازم تعمل لنا بوكيت ماني. بوكيت ماني ايه يا حمادي؟ ده احنا بنقول عايزين نوفر، تقولي لي بوكيت ماني. يا شملول يا فالح، هتمشي البيت ازاي؟ ده غير ان الحاجات اللي انت جايبها دي مش هتكفي تمن الشهر. تمن الشهر؟ انتوا اساسا اللي بتستهلكوا خامات كتير جدا وانتوا بتطبخوا. انا بقى هفرجكوا اما اطبخ انا، ها هوفر ازاي. انا الاسبوع ده هعمله نموذج نموذج، انتوا بعد كده تمشوا عليه. قشطه قشطه. مش ممكن يا جماعه، ده سحب مننا كل الصلاحيات.
انا حاسه كده في حاجه غريبه بتحصل جوايا، انا حاسه ان غريزه الانوثه هتضمر جوايا. لعلمك بقى كل اللي بيحصل ده عشان مصلحتنا، عشان يعرف احنا كنا شايلينه طول السنين دي ازاي. ده ناوي يقرط علينا واحنا مش واخدين على كده. خلاص يا جماعه، ما نحاول اتكلم معاه ونقنعه او نتاسف له ونقول له ان احنا مش هنعمل كده تاني. بس للاسف وقت الاسف عدى واذف. يا نساء لا تراجع ولا استسلام. يعني ايه؟ وقت الحرب ابتدى يا ماما، لازم كلنا نجتمع ونتكاتف مع بعض وننسى كل خلافاتنا الشخصية. يا حبيبتي، بس على الله بقى الحرب اللي بتقولي عليها دي تخلص على خير. ماما، هو احنا ممكن نتعور في الحرب دي؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، مش ممكن نتعور، بس احتمال كبير قوي نجوع. لا مش هنجوع، ما تضعفيش، احتمال كبير جدا هو اللي بطنه تزقزق من الجوع. هو فاكر العيش اكل وشرب وبس؟ لا طبعا، في معارك جانبيه كتير، ده غير الحرب النفسيه الاهليه اللي هنعلنها عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. بص يا رمزي، انا ناوي اعمل عليهم حصار اقتصادي، لازم افهمهم ان القرش ما بيجيش بالساهل. بس انا خايف، دول كتير، هم ستة وانت واحد بس، يعني المعركة لو قامت يا معلم هتاخد طلطش للصبح، او احتمال ياخدوك اسير ويربطوك في انبوبة البوتاجاز. انبوبة البوتاجاز؟ تقلقني ليه؟ بس عادي، احنا رجالة وهم شوية حريم، مش هيقدروا علينا. انا ممكن اوقفهم كلهم صف واحد كده اهو، واقوم شاخط فيهم شخطة جامدة اجيبهم على الارض. ايه مش هنقدر عليهم؟ دولا انا ملاحظ انك بتتكلم بصيغه الجمع، يعني طبعا على اساس ان انت معايا يا رمزي. ايوه دولا، بس دولا الكتر تغلب الشجاعه، دولا وهم كتير عليك وانت ما معكش رجاله. مش رجاله انت ايه؟ لا دولا انا راجل طبعا، بس انا هستفيد ايه؟ انت بتدور على الاستفاده، بتدور على المكسب المادي، بتدور على الغنايم بتاعه الحرب. لا خالص يا دولا، انا هستفيد ايه؟ رمزي انا هستخدمك معايا كدرع بشري. انا طول عمري دراعك اليمين يا دولا، هنخش الحرب وهنعافر وهنلابط وهننتصر وهنعلق العلم في ارضية المطبخ. انت بتبص على ايه؟ على العلم. الأنباء، سقوط 2 كيلو طماطم في الزبالة مع تدمير شفشق خلاط بلاستيكي. طب في خسائر في الأرواح؟ أكيد هيحصل بعد الأكل. طب بصوا بقى، أنا عندي فكرة جهنمية، إحنا نبعت حد من عندنا للمعسكر بتاعهم ونشوفوا ما بيهببوا إيه. أوكي، طب افرضي أثروها واستخدموا معاها أساليب تعذيب فاشية عشان تقر وتعترف وقرت. إيه ده؟ بتتكلم عن جستابو دي؟ أنت بتبلبلي حاجة قبل ما تنامي؟ حبوب مهدئة دراماتيكية. طب ممكن تديني حاجة منها عشان اعرف استحملك؟ انا هروح بنفسي يا جماعة، وصيتكم العيال، ولو اتأخرت بلغوا البوليس. انا مش هتأخر. ها عسكر يا رمزي افندم، دور نفسك مكتب نايم اثناء العمل. ادوله بقى، هو الجيش ده مفهوش عسكري غير يا عم الجيش اللي كل الدفعة فيه واخدة ايه عفة ده. هوب الحق راح فين؟ ممنوع الاقتراب او التصوير. استهبلي ولا ايه؟ ايه اللي جايبك هنا؟ اكيد خفت وقلقته. ابدا انا لقلقت ولا حاجه، انا جاي اشرب. اشربي اشربي يا ما هتشربوا من نار الهزيمه، اشربي. دول الستات اصلا ما لهمش جيش، هيشربوا ايه يا ابني؟ ولا ليهم مطبخ ولا ليهم في اي حته. بتتجسسي علينا وعامله فيها رأفة الهجان، ممنوع لا اقتراب او تصوير. انا قلت بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. تقعدي على الحيطه على اساس ان انت بورصه ولا ايه؟ يلا اتكل على الله. عسكر رمزي افندم اجمع هنا بالخطه السريعه افندم. عسكر رمزي افندم
اوقات سنة دي تضحك عليك. لا يستحيل يا دولة. لا يستحيل يا نهار اسود. انا حظي ان اغبى عسكري في العالم يبقى معايا انا. عسكري رمزي انا عارف كويس قوي ان السنة دي لو لبست لك بس الشبشب ابو صباع ممكن تضحك عليه. كله الا الاخوان يا فندم. انا عسكري رمزي هندخل دلوقتي على الحلو. تمام يا فندم. لا طبعا بما ان الطبق الرئيسي هو تورلي فوضع طبيعي ان الحلو يبقى عسكر رمزي. ايه يا فندم. افتح الباب بالخضرة السريع. تمام يا فندم. تعلم يا فندم. خليه يدخل بسرعة. لبن 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 سعادة البيت. بكام ده؟ بعشرة جنيه. ايه بعشرة جنيه؟ ليه؟ لبن عصفور معقم يا بيه. هو تسعيرته كده. عندي لبن مغشوش الكيلو بجنيه ونص. اوزن افندم. فندم تمام يا فندم. انا من رايي يا فندم نشتري من المغشوش ده علشان المخزون الاستراتيجي بتاعنا قرب يخلص يا فندم. لا يا رمزي لا. لازم نخوض الحرب دي بشرف. يعني نعمل ايه يا فندم؟ يعني ناخد 2 كيلو من المغشوش وخليه يزود الميه. ازاي ده حصل؟ ازاي ازاي؟ احنا اتخذنا غدر يا رمزي. اتخذنا غدر. في حد على الفرن على الاكل. انا قلت لك ونبهتك لكن ما سمعتش كلامي. كل المعلومات اللي في الكتب بتاكد كلامي. في حد على النار على الطبخه قبل ما تخرج من الفرن. حرقوها وهي لسه في الصينيه يا دولة. لكن انت دايما كنت بتطمني. اقول لك دي اتحرقت تقول لي لا دي مقرمشه. اقول لك انا شامم ريحه شياط تقول لي اهبل دي بهارات. بحاول اطمن نفسي بحاول اطمن نفسي. طب والحل؟ الحل الحل اكيد في حل. اكيد في حل. بص احنا هنجيب اكل جاهز من بره لغايه اما نعيد صفوفنا من تاني. ايوه يا فندم. بس كده الفلوس بتطير يا فندم. مش اشكال الفلوس تطير. المهم واضح انا ما يطيرش. انا مش هستسلم للهزيمه يا رمزي. احب فيك روح الاستبقاء. عسكري رمزي. ايوه دولة يا فندم. عسكري رمزي روح هات اكل من بره. انا اكل جاهز. ولما اثار الهزيمه اللي هنا لم الاكل اللي اتحرق وارميه. احرقه اتصرف فيه. عسكري رمزي تماسك يا عسكري تماسك. احنا مش اول ناس تتهزم. يا ما ناس تهزموا 6-1 و4-0. اظن بعد الانجاز العظيم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مفيش واحده فيكم هتقدر تفتح بقها. مش لما ندوق الاول؟ هتدوقي دلوقتي وهتعرفي وتتاكدي بنفسك. رمزي قعدوا يا فندم. تعالى يلا معايا بسرعه نفتح البوفيه. الاكل حلو قوي يا بابا. ايه رايك؟ تسلم ايدك يا حبيبي. يعني بجد بجد يا عادل واضح كده ان يعني الاكل مسبك ومشمر ومحمر. تسلم ايدك يا عادل. امال انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ ايه يا سناء مش هتقولي رايك ولا هتكابري برضو؟ انا يا عادل برفع الرايه البيضة. الراجل راجل يا جماعه عمل اللي عليه وما قصرش. بصراحه يا عادل انا ندمانه ان احنا ما سبلناكش مصروف البيت من زمان وانت تطبخ وتنظف وتعمل كل حاجه يا حبيبي. تسلم ايدك يا عادل. وقرشك من هنا ورايح انت المسؤول عنه. لا امك ولا اختك ولا مراتك ولا اي حد. اقعد اتفضلوا اضربوا اضربوا اضربوا. Ha ha ha!
النهارده نفسك في الاكل ما حصلش. انا خلاص نفسي اتقطع. ده اسمه ايه يا عيال؟ ده اسمه كريب جورجيت. نجلاء افتح الباب لو سمحت. حاضر. بسرعه نجلاء. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دستور. الله 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 الله. عملت لي سلف لي عشان اكلهم في البيت، دول جعانين عايشين على البقسماط والجبنه القريش. واخيرا ظبطتك، ظبطتك مع المحمر والمشمر، ده فيه حلو كمان. جرى يا معلم؟ سلف ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ ده انا من كام يوم مسلفه مراتك اللي هي ام ميرفت بصلايه وكوبايه رز. ايوه، وانا كمان سلفتها كريم عشان جلدها المقشف ده كريم كان جاي لي عينه. كريم ايه يا مدام انت وهي وبصلت ايه؟ انا بتكلم على مئات الجنيهات اللي الاستاذ كلهم يقول لي هات هات هات. واخيرا القى رمزي دخل بكيس الطعام من المطعم الاشي اشي. يا معلم يا معلم ما يصحش الكلام ده، نتفاهم في القهوه، نتفاهم في القهوه. مطاعم ايه اللي انت بتتكلم عليها يا معلم؟ في القهوه يا معلم، في القهوه. ها بصراحه بقى، ما انت لعبين لي فنجاري وبيجي لك الاكل ابو موتوسيكل. لا، علشان تعرف بقى ان انت كذاب وجاي تفتري على عادل ابن عمي. ايوه كده يا رمزي، انا عايز حد يقوي موقفي. اخيرا بقى لك لازمه. اتفضل اتفضل. لعلمك بقى يا معلم، انا بنفسي اللي بروح اشتري الاكل الجاهز من المطعم، لا موتوسيكل ولا ديليفري، بشتريه كل يوم علشان يجي هنا ياكلوه. بقى انت يا عادل كنت بتستلف فلوس من المعلم عشان تجيب اكل لبيتك؟ حصل يا مدام. بقى انت يا رمزي كنت كل يوم يا حبيبي تروح تجيب الاكل على موتوسيكل عشان تاكل البيت؟ صح يا مدام، بس مش ديليفري زي ما انت بتكذب. كل حلفائك خانوك يا عادل، واليوم رمز الحيوان. مساء الخير يا راني. انت جيت يا عادل؟ لا لسه ما جيتش، هاجي كمان شويه ان شاء الله. تحب اجيب لك اي حاجه معايا وانا جاي؟ طبعا جعان. ميت من الجوع، حضري لي اي حاجه والنبي. ده ايه ده؟ لك يوم يا ظالم سوف انتقم منك عابر سبيل. ايه ده؟ مين اللي عايز ينتقم من الانتقام ده؟ وانا عملت ايه لمين؟ وازاي وصل لجيبي؟ ما دام وصل لجيبي يبقى ممكن. ده ايه القلق ده بس يا ربي؟ لا 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 لا، ده مش يوم عادي. انا تعبت من الشغل طول اليوم، من امبارح ما بقعدش عمال الف حوالين نفسي. الكلام ده بقى ظلم، ما ينفعش الكلام ده. ظلم؟ رانيا، هو انت يعني تفتكري الظلم ممكن يولد ايه؟ اكيد طبعا الظلم هيولد احساس بالانتقام. عارف الثوره الفرنسيه قامت ليه؟ لما الشعب راح قال للست ماري انطوانيت احنا مش لاقيين ناكل عيش، قالت لهم كلوا جاتو، نزلوا يدوروا على جاتو ما لقوش، حسوا فعلا بالظلم فقامت الثوره. يا سلام، الثوره قامت عشان ما لقوش جاتو؟ ده اكيد قائل الثوره ده راجل حلواني يعني. لا انا رانيا مش قصدي الظلم بتاع فرنسا ده، لا يعني انا قصدي انت مثلا بتحسي بالظلم في اي لحظه؟ ولا يعني اما الشخص يعبر عن الظلم اللي هو حاسس بيه لشخص تاني، ازاي يتواصل معايا؟ بص 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 يا عادل، عشان انت مش فاهم الحته دي، هي صعبه شويه بس انا هحاول اشرحها لك. هو في كذا نوع من انواع التواصل، هم كتير فانا مش عايزه الخبطك. انا هقول لك على اتنين. اول واحد التواصل الكهرومغناطيسي الميتافيزيقي، اللي هو عامل زي الكيمستري كده، هو ده اللي بيعمل ما بين الشخصيتين ساعات يعني تنافر وساعات تجاذب. اللي هو بتاع يد اتنين كب الف اربعه، خدناها في اولى ثانوي عارفها طبعا. بالظبط. في نوع تاني بقى اللي هو اسهل من الاولاني، اللي هو الميتافيزيتا، وده بيتهيألي انت عارفه مش محتاجه اشرحه لك. لا لا، الميتافيزيتا طبعا عارفها، اللي هي بتاعت الميتافيزيتا بتاعت الدكتور مثلا الكبير بتبقى 100 جنيه، والميتافيزيتا بتاعت دكتور اطفال بتبقى 20 جنيه، ولو كشف منزلي تبقى الميتافيزيتا بتاعته 50، صح؟ بص، هما يعني هما الكلمتين شبه بعض بس مش هما هما. هو ده بقى تلبس مرادفي. تلبس يعني ظبطوا الكلمتين مع بعض
بعض في موقف مش مظبوط ولا ايه؟ لا يا رانيا بصي بصي يا حبيبتي، انا اقصد يعني انت مش شايله مني او متضايقه او حاسه بالظلم من ناحيتي؟ بجد ساعات بتخنق منك، بس انت عارف بقى في المواقف دي انا دايما بحب اتجاهل الخصم، زي بالظبط ما بعمل مع سناء ومامتك ونجلاء لما بيخنقوني. اه بتتجاهليهم وما بترديش عليهم ولا بتعبريهم، انا بلاحظ ده فعلا. انسحابي من حياة اي شخص هو ده الانتقام الحقيقي. الله، والله بجد يا رانيا انت مفروض تشتغلي في الخارجية. قدمي قدمي بجد، هما كده كده مش هيخدوك يعني، بس قدمي. انت حاسس ان انا عندي لباقة في الكلام؟ يا ماما انت ألبق واحدة في البيت ده كله، ما شاء الله لباقة لباقة يعني. بس الحمد لله ما دام انت مش حاسة بالظلم يعني ولا حاجة يعني تمام الحمد لله. ماشي يا رانيا ماشي. الأول. ازيك يا ماما؟ اهلا يا عادل، جيت بدري ليه؟ مفيش يا ماما، انا قلت بس يعني اجي اسلم عليكي واطمن عليكي. واخبارك ايه؟ لما افتكرت ان ليك ام من طول عمري عايشه لوحدي. ايه ده؟ انت قصدك يعني ان انا مقصر من ناحيتك في اي حاجه يا ماما؟ هو انت ليك ام تانية؟ على حد علمي ماليش، الا اذا كانوا اكتشفوا واحده في اسكندريه بقى. حتى لو كانوا اكتشفوا واحده في السلوم مش في اسكندريه كنت هترعيها اكتر من كده. يا ماما ما انا لو كان ليا ام تانية في السلوم كنت اقعد عندها اسبوع واقعد عند حضرتك اسبوع، فانت قاعده عندي يعني مدى الحياه ده افضل يا يعني. عادل بذمتك لو بنتك كبرت ترضى تعمل فيك كده؟ تعمل فيا ايه بالظبط بقى يا ماما؟ انا اكبر واحده في البيت ده ولازم يكون لي وضعي. طبعا يا ماما لازم يبقى لك وضعك طبعا. ده انت يعني تحبي مثلا تلبسي لبس معين او الوان معينه بحيث اما حد يشوفك يعرف ان انت اكبر واحده في البيت؟ عادل انا بقول لك انا اكبر واحده في البيت ده، يعني لازم تاخد رايي في كل صغيره وكبيره. ايوه ماما، يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب انت كل يوم الصبح بتسال مراتك اللبس ده حلو ولا وحش، ما بتسالنيش انا. يا سلام يا ماما، هو ده اللي مزعلك؟ حاضر يا ستي هسالك من هنا ورايح قبل ما انزل على طول اللبس ده حلو ولا مش حلو. خلاص يا ماما ما تزعليش. يعني امبارح مثلا كنت لابس بنطلون ابيض على قميص احمر، انا ما يرضنيش كأم انك تنزل الشارع وانت زي الاراجوز ومراتك ولا على بال. لا لا خلاص يا ماما، يعني مفيش حاجة تانية مزعلاكي غير كده؟ لا. طيب يا ماما يلا. طب ماما اللبس اللي أنا لابسه ده عاجبك؟ ولو أني مش أنا اللي اخترته، لكن أنت في كل لبس زي القمر يا حبيبي. ربنا يخليك يا ماما. يا طمنت. التاني. This piece is very good piece. 50 pounds. 2 pounds. 40 pounds. 2 pounds. 30 pounds. 2 pounds. Okay. 1 pound. 2 pounds. بقول لك 1 pound. 2. ماشي. 2 2. It's 1. It's 2. Okay. Thank you. شفت أنا؟ ضحكت عليه أنت يا دولا. اتعلم بقى يا ياض. أدرجي. بقول لك يا دولا انا اخيرا بقى خلصت تنظيف البازار وكده، يعني اروح بقى لقط لي سندوتشين. اجيب لك حاجه معايا؟ رمزي انا اصلي يعني مش عايز اتعبك معايا يعني. هتتعبني فيها يا دولا؟ هو انا هدفع حاجه من جيبي؟ ده كله عليك انت. طب بقول لك يا رمزي، يعني انت مفيش حاجه معينه مضايقاك مني مخليك مثلا حاسس بالظلم؟ ما تكملش يا عادل ما تكملش. انا ياما ياما انت ظلمتني وقعدت هنا في البازار عد الليالي وعد الدموع اللي بتنزل. تعد؟ هو انت بتعرف تعد اصلا يالا؟ مفيش يوم يا دولة بيعد عليا الا لما نجرع جزء من ظلمك ليا. نجرع ايه وظلم ايه؟ بص قولي مثل محدد، ما تكلمنيش بشكل عشوائي. بسيطة يا دولة اهو. ايه بقى الموضة اللي انت طالع لي فيها اليومين دولت؟ اللي لما اكسر لي تمثالين ثلاثة تخصم لي من مرتبي. ظلم ولا مش ظلم؟ يعني انت عايزني كمان ما اخصمش لما اكسر التماثيل؟ انت بتستهبل يالا. طيب ماشي هسألك سؤال يا دولة، الانسان اهم ولا الجماد؟
الجماد طبعا ده بالنسبه لي، لكن بالنسبه للبني ادمين العاديين مش المخلوقات الغريبه الانسان اهم طبعا. اديك قلتها اهو، الانسان اهم، يعني انا اهم من التماثيل، وبالرغم من ذلك بتقعد تخصم لي بسببهم مع ان هم مش باقيين لك، لكن انا اللي باقي لك وبتقعد تنصرهم عليا. ولا صحيح انت بتتخانق مع التماثيل بالليل لما بتيجي تنام هنا في البازار؟ لا هو الكويس ما بكلمهوش. طب وبتكسرهم ليه ما بتتخانق معاهم؟ انا افضل ما اجاوبش على السؤال ده. وانت بتعمل حوار في مجلة، انا بقول لك بتكسلهم ليه؟ وعندك في حاجة تانية يا دولة، لما كترت مسألة الخصومات دي فقدت هبتي في البازار بين التماثيل، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ طب يا ابني انت ليه مثلا ما حسستنيش او ما بينتليش او ما مرتنيش او اي ايش مثلا؟ هو انا كده يا دولة غامض شوية، علشان كده الناس بتلتفت بنظرها جامد ليه. طب يا عم الغامض، يعني افهم من كلامك انك انت مش كارهني او متضايق مني ولا حاجه؟ بقى انا اكرهك؟ انا بحبك يا دوله، ما اقدرش اكرهك. وبعدين اذا كنت انا يعني مش هستحملك، مين هيستحملك؟ احنا ولود عم. اهي ولود عم دي هي اللي مكرهاني فيك يا رمزي. يا دوله يا دوله، انا صابر على وقفتي في البازار واهانتي بين التماثيل علشان بس كوم اللحم اللي في رقبتك. يا ابني انا لو سبتك هطلوس. انت كمان مش هيقل جميله؟ يا نهار اسود. خلص بقى يا دوله، بقى انا جوعت يا عم، وبعدين الكلمتين اللي احنا اتكلمناهم دول اتجوعوني اكتر. انا هتظلمني تاني؟ لا يا عم من غير ما اظلمك ولا حاجه، اتفضل. لكن انت هلا ما بتعرفش بتكتب مثلا جوابات بتاع حاجات من دي؟ لا انا يعني اقرا فريره اكتب يعني. ماشي ماشي كده انا اطمنت. اتفضل يا سيدي هات الاكل اللي انت عايزه. شكرا يا دوله حبيبي. بس الحمد لله اطمنت ان انا ما ظلمتوش، مع اني كنت اتمنى ان اكون ظلمته. التالت. يخسر التعليمي فيكم، العيال دي ما بتفهمش حاجه خالص، تعب قلبي معاهم على الفاضي. ربنا ينتقم منك يا ظالم يا مفتري. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل يا سناء؟ اللي حصل ان انا بنفخ في قربة مقطوعه يا عادل. ايوه يعني ايه اللي يرضيكي؟ طيب اللي يرضيني ان انا اجيب عصايه طول كده وتخن كده ونسلها على جتي اللي تعبني. ليه بس يا ستي؟ احنا اخوات، اتكلمي معايا بس وقولي لي ايه اللي مضايقك. يعني يا عادل انا مضيعه ايام وساعات وسنين على العيال دي ومفيش اي نتيجه بتطلع لي في الواجب بتاعهم، اغبيه. طب اتفضلي كملي شغل. مش نفس الخط. بقولك ايه يا سناء، انت بتكتبي بايدك دي بس ولا ايه؟ ما تبنت برجلي يعني. يا عربية كمان رجلك ده، انا كده هتشحط. ايه عادي ايه ليه قاعد فوق راسي؟ انا ورايا شغل. ما تقول اللي عايز تقوله وتخلص. لا لا مفيش يعني، قصدي يعني بتستعملي ايديك الاثنين يعني؟ ساعات كتير قوي بستعمل ايدي الاثنين عادي. يعني ازاي؟ يعني لما اكون بكتب حاجه على السبوره والاقي عيلين في اخر الفصل عاملين يلوكوا او جايباهم من شعرهم حطاهم قدامي، طلطش باليمين بالشمال يمين شمال. انا فاكر. طب بص يا سناء، تعالي بس يعني انت في وقت من الاوقات حسيتي بظلم ان انا ظلمك او حاجه؟ ظلمتني في حاجات كتير، بس ليه بتسال دلوقتي يعني؟ يعني يا سناء احنا اخوات فلازم اطمن يعني. طب ما فكرتيش مثلا تنتقمي مني او تدعي عليا او حاجه؟ كتير فكرت في كده، بس برضو ليه بتسال دلوقتي؟ بصي من الاخر انا جالي الجواب ده. عشان كده من ساعة ما قريت وراكبك عفريت. هو عفريت واحد بس راكبني 100 عفريت، وبعدين قعدت اسال ماما وسالت رانيا وسالت رمزي بطريقه مباشره وغير مباشره وما عرفش منهم حاجه. وانت فاكر انك بالطريقه اللي بتعملها دي هتعرف مين اللي بعت الجواب يا فالح؟ امال يعني اعمل ايه؟ اديني بدور وخلاص وبسال وخلاص، يمكن اعترف اللي بعت الجواب واعتذر له واتقي شر وخلاص. بص يا عادل، إن كنت حاسس إنك ظلمت حد وضميرك بيوجعك يعني وحاسس بعدم الأمان، كل حاجة وليها حل. إيه بقى الحل؟ أظن هتقولي لي يعني أسيب البيت. لا مش لدرجة تسيب البيت، أنت تجمعنا كلنا ونقعد كلنا نتكلم معاك بصراحة ووضوح
واللي فيه حاجه وجعاه تجاهك يطلعها لبره. يا سلام، وانا يعني لو عملت كده هعرف مين اللي في وسطيكوا اللي كتب الجواب؟ مش مهم تعرف مين اللي بعت لك الجواب، المهم احنا نطلع اللي جوانا ونرتاح ونهبط. هدوء 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 عشان أبدأ. هدوء يا جماعة، أنا جمعتكم النهاردة عشان في موضوع بيهدد أمن البيت وأمانه ورخاؤه. يا عم ما تخلص طول البقين، ما تستني زنا خلينا نفهم الراجل بيقول ايه. ما هو دول رخاء وتعاسة. رانيا سناء خلاص، أنا يا جماعة بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح وبمنتهى السرعة هتكلم وهقول إن أنا النهاردة جاني جواب تهديد. تهديد؟ هدوء يا جماعة، هدوء بقى. وبعدين معاش اللي يهددك يا عدولة ده، تلاقيه واحد غيران منك يا عادل. على ايه يا حسرة؟ لا يا عادل، انت لازم تاخد بالك من نفسك. تعال جنبي يا بابا وهو ولا هيقرب لك. عموما انا بشكركم على تعاطفكم وموقفكم معايا، بس للأسف يؤسفني اقول لكم برغم من تعاطفكم ده إلا إن اللي بعت جواب التهديد ده موجود هنا وسطينا. وسطينا؟ 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 وبعدين وبعدين أنا هفض المجلس ده. وبعدين وسطينا إزاي يا عادل؟ بس إحنا مفيش فينا حد غريب. دوروا يا أولاد تحت الكراسي ليكون مستخبي كده ولا كده. يا سلام يا سلام على الذكاء، يعني لو كان حد وسطينا يا إنعام كان بان. ما تخلص يا عم كولومبوس. انا ممكن بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء اطلع اللي باع جواب التهديد ده من وسطيكوا، لكن انا هسيب له فرصه يطلع بنفسه من غير ما اثر عليه. لو سمحتوا اللي باع جواب التهديد ده يطلع بنفسه. محدش عايز يطلع. ماشي، انا هديله فرصه اخيره عشان يطلع بنفسه من غير ما اضغط عليه، وهعد لغايه 3. 1 2 3. بابا لو عارفه طلعه بقى، احنا زهقنا. بصي انا ممكن اطلعه من وسط الناس دي كلها، لكن انا عايزه يعترف بنفسه، لا اما هذنبكم كلكم. ليه يعني؟ واحنا ذنبنا ايه بقى؟ ما تفوق يا عادل وتخلص بقى. يا نهار ابيض، احنا كده تعاطفنا مع اللي بعت الجواب مش معاك. اعمل اتفقنا عليه. خلاص بصي يا جماعه، الموضوع ده محتاج منكم اجابه مهمه قوي. انا جمعتكم النهارده وهعمل اسالكم كلكم، كل واحده فيكم سؤال، وكل واحده متضايقه من حاجه مني، حاسه ان انا ظالمها في اي حاجه، حاسه ان انا مقصر معاها في اي حاجه، تتكلم. وهسيب لكم الحريه والديمقراطيه عشان تتكلموا براحتكم. هل تختاروا اللي يتكلم من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ والحريه معاكم. انا يبقى ياسمين تتكلم. قوم ياسمين. بابا انا عايزه اتكلم. قلتلك 100 مرة ما ينفعش نجيب كلب. خلاص يبقى تيجي معايا المدرسة تاخدني عشان العيال صحابي يشوفوه. ده على أساس إن أنا بدل الكلب يعني؟ لا طبعا مش هينفع حاجة أخدك المدرسة. اتفضلي نجلاء. أنت بتتحكم فيا بطريقة أوفر. أوفر؟ أنت لسه شفتي أوفر؟ ده أنت هتشوفي أوفر جاي كتير. اقعدي. رانيا أنا عايزاك تخرجني 6 أيام في الأسبوع عشان أتفسح. أفسحك 6 أيام؟ الكلام ده نناقشه أنا وأنت لوحدينا مش قدام كل المجلس. اتفضلي. سناء انا مش عارفه اقول لك ايه يا سيادتك. شكرا للمعارضه. اتفضلي. مجيده انا بقى عاوزه شويه مساواه وشويه عدل علشان الامور تمشي. لا ده احنا كنا دخلنا في السياسه وده غلط. انا ما بناقش هنا في البيت ده اي سياسه. ماما اتفضلي. انا لازم كأم احس بوضعي عشان كده مش هقف. اوكي، اعتقد يا جماعه ان انا اكتر واحد في البيت ده قايم بواجبه او قاعد بواجبه أو نايم بوجهه، مش إشكال شكل الوضع إزاي، لكن أنا واثق تماماً إن مفيش أي واحدة فيكو تقدر تشتكي. ده مش لأني أحسن واحد في العالم بيقوم بدوره، ولكن ده لأني أحسن واحد في العالم بيقوم بدوره. وعشان كده اكتشفت بعد القعدة اللي إحنا قعدناها مع بعضينا إن أنا غلطان إن أنا جمعتكم النهاردة. المكوى يا باشا. شاكرين يا سيدي. حسابك كام؟ نص جنيه. نص جنيه. اتفضل اتفضل. ماشي يا عادل بيه. ماشي ماشي.
ايه ده؟ هو المجلس خلص ولا ايه؟ ها؟ عجبتك يا سناء؟ بصراحه لكيت كتير قوي في الاول وقلت كلام كتير ملوش لازمه، بس في الاخر قلت كلمتين حلوين. امال ايه؟ لا اخوك يعجبك يا ادي الباب. عايز ايه تاني؟ الشماعه. حاضر يا سيدي. ومن غير لكاع. ماشي يا سيدي. عايز الشماعه. اتفضل. استنى 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 استنى. لك يوم يا ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه عابر سب. ايه ده بقى؟ القميص ده انا وديته لكم بعد ما اتغسل وانتوا كوتوه، يعني اكيد مش احنا اللي بعتينه بالورقه. الورقه دي جت من عندكم. الورقه دي مين اللي بعتها؟ انا باشا. ايه الاعتراف السريع ده؟ انتوا بعتها لي يا ابني؟ ده انت قالب منامي ولا عارف انام ولا عارف اكل ولا عارف طول الوقت حاسس بالذنب. يخرب بيت عقلك. طب انت بعتها ليه؟ مين اللي سلطك عليا؟ محدش يا باشا. بصراحة كل ما بجيب لحضرتك المكوى تديني بقشيش ربع جنيه. يعمل ايه ربع جنيه في الزمن ده يا باشا؟ كمان معترض على البقشيش ده؟ كويس ان انا بديك بقشيش. مش عاجبك الربع جنيه؟ طب انت حضرتك عايز كام يعني؟ جنيه. جنيه بقشيش؟ مكوة القميص دي بكام؟ نص جنيه. يعني المكوى بنص جنيه عايز فوقيها جنيه؟ ايه الافتراء ده؟ بص يا لا، مفيش غير ربع جنيه لو اديتهولك يعني. عايز حاجة تاني؟ ماشي يا باشا. مرضي؟ مرضي يا باشا. يلا اتكل. الربع جنيه بتاع المرة دي. لا، المرة الجاية ما اكوم لك بقى شوية هدوم. ماشي؟ ماشي يا باشا. مبسوط؟ مبسوط يا باشا. خلاص مفيش حاجة ولا تبعت لي ورقة تاني؟ ولا أي ورقة تاني يا باشا. بقول لك إيه؟ نعم هنا يا باشا. يعني ما شاء الله، يعني ذكائك هايل يعني. أنت تعرف واحد واو، ده إيه ده كله؟ ده إيه النشاط ده كله؟ يمكن صعبنا عليها وقالت تساعدنا شوية؟ صعبنا عليها؟ ده ما صعبش عليها كافر يا حبيبتي، إذا كان ده نهوة ما صعبش عليها. دول يا حبيبتي عيلة واطية، دول قطعوا. بتقولي إيه منك ليها؟ أنا؟ ما حدش بيقول أي حاجة يا حبيبتي، ده أنا لسه بقول لنجلة قد إيه أنتِ نشيطة النهاردة، وحقيقي يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، إنك تسيبي دراستك وتقعدي في البيت مخصوص علشان تنظفي البيت بدلنا، ده أنتِ بجد كلك ذوق 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 ذوق. بقى انت كنت بتقولي عليا ان انا كلي ذوق ذوق ذوق. وانا بجيب كلام من عندي حبيبتي؟ ده انت حتى امرايا ولسانك بينقط سكر يا سكر. ما انا عارفه ان لساني بينقط سكر، مش جديد عليا، دي صفاتي الطبيعيه. المهم انا عايزه اقول لكم حاجه، في ناس مهمين جايين النهارده، ومهمين قوي 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 قوي. يعني بالمختصر المفيد كده، قلة أدب، طولة لسان، أباحة، أخلاق واطية، تصرفات قذرة، اللي هو العادي بتاعكم في البيت يعني، ما تعملوش. وقد أعذر من أنظر. إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتقولي إيه؟ أنت لسه بشكر فيكي دلوقتي؟ إيه ده؟ تشكري فيا يعني؟ أضفتيلي؟ ده العادي بتاعي يا ماما. وأنت يا بنت أنتِ جاي تتفرجي على التلفزيون والكليبات العبيطة بتتفرجي عليها دي، اللي من جوه نفسك نفسك تعملي زيهم بس مش قادرة، تقعدي أنتِ وأمك بأدبكم. لا بقى، إحنا نقعد مرتاح، ما إحنا عايزين نقعد بقى. لمي نفسك يا مجيدة. بقول لك إيه، قليلة الأدب أنتِ، إزاي ما بتسمعيش كلام انتي؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ يا حبيبتي بعيدي عن الشر وغني له، دول فيري لو كلاس. انا جيت. واو واو واو، مش معقول. ايه ده؟ ايه الشياكه والالماظه واللميع اللي انتي فيه ده؟ عجبك؟ عجبني بس، ده يتجنن، ده 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 طير لي دماغي. ده ايه ده؟ ايه الالماظه دي؟ والعقد المقلمص ده؟ والحلق المقلمص ده؟ الله، ده انتي المص. امال فين عبد الحمول؟ ياهاهاها، سبته في الدنيا. بقول لك ايه بقى، انا عايز اعرف مين بقى اللي انت متشيكاله ولابساله اللميع ده كله؟ ده ابن اختي، عايش بقاله 15 سنه في ايطاليا. 15 سنه تتصوري؟ وعلى كده بقى بيشتغل ايه؟ بيغسل صحون؟ اخرسي يا بنت القعده بصحون. ده ايه ده؟ اشهر واحد في ايطاليا. ده انت تنزلي بس من سلم الطياره وتاخدي نفسك كده، تلاقي الناس كلها بتقول مصطفى مصطفى مصطفى، أهم واحد في إيطاليا. ليه دولة؟ هو لقى أثارات في إيطاليا ولا إيه؟ أثارات يا ابني اللي هيلاقيها في إيطاليا؟ الأثارات دي في الأقصر بس. مهم يعني إن هو الواد حرك وخفيف وبتاع علاقات. زي يعني كده بالظبط؟ أيوه بالظبط، باستثناء إن هو مش غبي ومش حمار، ويعني عارف شكله بني ادم عادي يعني. ايوه دول يعني ما بعدناش كتير. لا يا ابني، ده احنا بعدنا خالص، ده في بينك وبينه بحار ومحيطات. المهم ان هو جاي تهب، بيقعد يومين مع
على الله بس يعدوا اليومين دول على خير. دولا انا افتكر دولا ان الواد ده كان مستنصدك وانت صغير صح؟ صح كان مستنصدني فعلا. المشكله بقى كمان لما بيتجمع هو وسناء الاثنين بيعملوا رباطيه عليا. خلاص يا دولا محلوله، خد ابن عمك حبيبك في صفك واللي تنغلبه لعبه. انا يا ابني لو خدتك معايا كاني بضرب نفسي بالجزمه بالظبط كده. بس يا دولا المهم انت صاحي النهارده يعني فايق ونشيط، ايه الحكايه؟ بالعكس انا صاحي مكتئب وجعان. عيبك، انا الاكل ده جايبه مخصوص علشاني. انا جايب سندوتشات فول وطعميه. انت بتاكل فول وطعميه؟ انا باكل اي حاجه دولا. خلاص اما اجيب سندوتشات اي حاجه بادي لك. المهم بقى انت مكتئب ليه؟ ابدا يا عم، صحيت الصبح يعني قلت استحمى واضرب مشط في شعري كده، ما تتخيلش يا دولا لقيت ايه. لقيت حاجه مقرفه عايز تقرفني بيها عشان تاخد الاكل برضه؟ لا يا دولا، لقيت شعره بيضة. ساعتها وقفت قدام نفسي دقيقة حداد. دقيقة حداد؟ حسيت انك مت ولا ايه؟ لا يا دولا بتكلم بجد، ولقيت نفسي بقول لنفسي انا ايه اللي انا حققته؟ فين انجازاتي؟ خايف يا دولا لقطر العمر يعدي بيا ويجرش. انا نفسي قطر العمر ده مش يعدي بيك بقى، يعدي فوقيك وما يجرش، يفضل رايح جاي رايح جاي لغايه اما يبان لك صاحب. ماشي اضحك يا دولا، بس انا بقى على فكره انا حاسس يعني ان انا لسه قدامي فرصه ان ابقى كويس. انا خلاص يا دولا حلم حياتي من وانا صغنن خلاص قررت ان احققه. يا سلام، ممكن يعني اما قرر انك انت تحقق حلم حياتك خلاص هيتحقق؟ فيش كلام يا دولا، انت عارف انا في واحده يعني بحبها وبموت فيها، بس ما اقولكش يا دولا ايه، شلاليت حنان متدفقه. انحرف على التعبير، شلاليت حنان متدفقه؟ مين دي؟ لا ما اقولكش بقى، دي سمعه بنات كلمه تتنطور كده ولا كده يعني. تتنطور كده؟ كده لا مالكش دعوه هنا خالص. مهم يعني مين هي يعني؟ انت فاكر ان انت لو قلت لي هروح اقول لاخوها مثلا؟ لا اوعى يا دولا اوعى، يعني هو بصراحه هو ده يعني العقبه الوحيده اللي في حياتي، مش عارف اخلص منه ازاي. لا ما تقلقش انت هتخلص عليه يعني قريب باذن الله. ودي عرفت منين يعني انها بتحبك او بتميل ليك مثلا؟ بتعشقني يا دولا يعني. عندك مثلا يا دولا لما بتهزقني ما اقولكش انا بصعب عليها قد ايه، ولا لما مثلا ارمي عليها السلام ما تردش وتقفلني. المسكينة بتقفل على روحها 3 ايام مثلا وتقعد تسح تسح. ده ايه الحب ده يالا؟ طب ما دام لقيت واحدة بتحبك لدرجة انها لما بتهزقك بتصعب عليها، ما تتجوزها؟ انا مستني بس اللحظة المناسبة تقولها يعني. لحظة المناسبة. هاي ايوه. بطيخ اللي عايز يسمن بيه؟ معلش يا دولا خليك انت الكبير برضو، انا اسمع ان مفيش بطيخ في ايطاليا. انت مالك انت؟ دي حاجات عائليه بتتكلم فيها ليه؟ بص نظف البازار، نظف البازار. ايوه حاضر، هجيب بطيخ. جاتك ايه يا مصطفى؟ رحت وجيت ورجعت زي ما انت فقري. لا ما انا اختنيت وستفت العمله. بس المهم ايه يا خالتي؟ هو انتوا ما جبتوش تموري الشهر ده ولا ايه؟ يوه يقطعني، فرحتي بيك نسيتني اقول لك تشرب ايه؟ طب وحياتك عاوز واحد تموين تقيل شويه. من عينيا ثواني. لا على الاقل من مهلك في التأني السلامه، خدي بالك من السلمه المكسور. سربتها لك. ايوه عليك يا مصطفى، نفس حركاتك وتنحتك بتاعت زمان ما اتغيرتش. انا ما غيرش التنحه ابدا بتاعتي. لو بقولها على التموين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ما تتفضلي معانا. لا معلش اصل عندي مذاكرة جوه. طب خشي ذاكري، الاجتهاد حلو برضو، العلام سلاح في يد المرأة. تحب اجي اراجع لك؟ ايه ما كنت براجع لك احياء في ثانوي. فاكر لما سقطت فيها وطلعت بالمادة؟ فاكرة يا بت لما كنا بتزوغ ونروح سينما علي بابا في حفلة 10؟ وانت فاكر لما كنت بدفع لك التذكرة عشان معكش فلوس؟ قلبك اسود. فاكرة قبضة الهلالي؟ ولا
ولا افواه وادارب ولا ليله القبض على بطه. هتقول لي كل الافلام اللي اتفرجنا عليها يا مصطفى. كانت ايام. ايوه كانت ايام. فاكر انت بقى لما ابوك قفشك وانت بتشرب سجاير وقفش العلبه في جيبك ونسر عليك خرطوم الحمام؟ لا مش فاكر. فاكر امك لما قفشتك وانت بتعاكس بنت الجيران ونسرت عليك الشبشب ابو ورده؟ قلت لك لا مش فاكر. فاكر صحابك لما قفشوك في بير السلم ومسكوا عليك كل الحزمات جلد ولزوا فيك ضرب ضرب ضرب؟ قلت لك مش فاكر. تسلم ايديك يا خالتي، عليكي طشة ملوخية ولا في تذكره داوود؟ بتجري الدم بصحيح. بالهنا والشفا يا روح خالتك. قاعد دول ما بتاكلش ليه؟ في حد سدد نفسك؟ لا يا عم بالعكس، ده انا نفسي مفتوحه قوي. انا بس عشان رانيا مراتي وياسمين بنتي في رحله يعني، فتلاقي حتى معدتي قفشه كده. المهم يعني انت بقى ناوي تكمل هنا في مصر بقى على طول ولا هترجع تاني ايطاليا؟ لا اكمل ايه؟ بص انا احب ابقى خفيف خفيف، طائر هدهد يطير ويرفرف. يطير ويرفرف؟ والنبي ده شكل طائر هدهد. انت لو طائر هدهد هشتري بندقيه رش مخصوص ونشك. المهم يعني فعلا بتفكر انك انت ترجع ايطاليا؟ ده كويس قوي على فكره بجد، لان انت يعني فعلا مثال للشباب المجاهد. انت مثل حي وقدوه للشباب اللي عايزين يفشلوا. طبعا تحب لي الخير انت عدلوه. يعني هتسافر تاني يا مصطفى؟ وانا ليا مين هنا؟ الحاجه واتكلت خلاص متشكرين. خد يا روح خالتك الصدر ده، انا مفصصهولك بايديا. تسلم ايديك يا طنط. المهم يا انكل مصطفى، طنط انعام حكت لنا كتير قوي عن مغامراتك في ايطاليا. يا حبيبتي دي حكايات تتقال على الربابه، احكي لهم يا ابن اختي. عينيا، مع اني ما بحبش امدح في نفسي كتير. بأماره الهدهد اللي بيطير ده كان بمناسبه ايه يعني؟ انفلونزا الطيور؟ يحكي لنا عن ايه؟ 15 سنه يا واطي قاعد في ايطاليا ما عتبتش مصر غير عشان تيجي تاخد عز امك اللي هي خالتي. بس والله ما رحته عن بالي، وتراب وعفار الوطن ما فاتونيش لحظة. يا نهار اسوح، 15 سنة تراب وعفار الوطن ما استحمتش في إيطاليا؟ وكل ما بي خلاص أقطع التذكرة وهسافر خلاص، ألاقي هاتف يجي يقول لي لسه ما أنش أوان السفر، فارجع وأقعد على الدكة تاني. ترجع تقعد على الدكة؟ ده كان شغال بواب في إيطاليا 15 سنة بواب. نعم قالت لي أنت بتشتغل مدير بنك. أمال، ده أنا كنت مسؤول عن أكبر بنك في إيطاليا. حكم الجماعة الطلاينة دول كان ليهم نظرة في العبد لله، فاستأمنوني سيكيورتي. ما سيكيورتي يعني بواب بالطلياني معروفة يعني. ضابط أمن على أكبر بنك فيك يا إيطاليا، ولما أثبتت كفاءة سبت الدكة وطلعت فوق في المكيف. يعني شغال بتاع تكييف. اتفضل يا ابن اختي. الله الله الله، دي لعبه لعب السنين، عصير فريش في كاسات. فين ايام ناعه العرقسوس خميس وجمعه؟ ولا اكياس التمر ام نص. فاكره يا بنت لما كانوا بيبعتوكي عشان تشتري التلج في رمضان، وكنت تتلكعي عشان تلعبي مع الصبيان وتضربي مدفع الترمسه؟ دارس. ازيك يا دوله؟ وحش. ما وحشتكش ولا ايه يا دوله؟ لا يا عم وحشتني ازاي يعني؟ وحشتني جدا. ده انا يعني عارف حاسس انك وحشتني بغباوه، مش عارف انا كنت عايش ازاي من غيرك صراحه يعني. يعني مفيش حاجه كده ولا كده؟ لا نهائي كده ولا كده، انت ابن خالتي عادي يعني. ولا عشان بقول لك يا دوله ويا دلدول يعني؟ لا لا، طب ما انا بقول لك يا دلدول عادي. دوله حبيبي دوله. عايز ايه؟ ايه يا دوله؟ افتح يا عم، احنا مش خلاص اتفقنا يا دوله؟ ها انا وابن عمي على الغريب. طيب هو مش غريب، هو ابن خالتي يعني، ما تشدش عليه جامد. ايوه هو غريب. طيب تعال معايا، هو اللي في النص ابو نضاره. ايوه ما هو التانيين دول ستات. بقول لك هو. أيوة. ركز معايا. خليك بطبيعتك عادي. مساء الخير، ازيك يا طنط؟ ازيك يا سناء؟ ازيك يا رمزي؟ مين الاخ؟ ازيك يا رمزي، انت مش فاكرني؟ حضرتك بتكلمني انا ولا ايه؟ مش فاكرني بجد؟
بجد يالا رمزي؟ ايه اللي يالا يا رمزي؟ رمزي ايه اهو مش فاكرك يا عم. وبعدين مين اللي سامحك اصلا تقول رمزي رمزي على لسانك؟ مين ده وعايز ايه اصلا ده؟ يا رمزي انت مش فاكرني يالا بجد؟ انا مصطفى ياد. ايه اللي مصطفى ياد؟ مصطفى مش عارف حد بالاسم بداية خالص. انا ياد مصطفى اللي كنت بضربك على قفاك. كانت ايام. يا نهار ابيض يا مصطفى، فاكر لما كنت بتلسع على قفاك طخ كانك شطيت قروصه كبريت في قفاك. لا لا ايه 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 الكلام اللي انت بتقوله؟ ايه التوهية ده؟ اولا رمزي عمره ما اتضرب على قفاك. انت عمرك اتضربت على قفاك؟ على طول. ما اتضربش على قفاك خالص. وبعدين تاكل وانت ناقص اكل، ده انت واكل نص الترابيزه كلها. يبقى انت لسه شايل مني. يا عم مش شايل منك ولا حاجه يا عم. يا عادل بطلوا بقى تبقوا نقر ونقير كده زي زمان، انتوا لسه في قروص بعض. وانت مش شايفه انا سناء عمال بيقول لي ايه؟ عادل تعالى انا عاوزاك. حاضر يا ماما. ولا رمزي خلي بالك كده، ها ما تفوتلوش يعني. بص خليك رخ يعني، خليك بطبيعتك. مؤاخذه بس بيكعبلني ازاي؟ ايه عادل اللي انت بتعمله مع مصطفى ده؟ انت عاوز تطفشه؟ يا ماما اطفشه ليه؟ انا بعرف اتعامل معاه من زمان، او ما تقلقيش انت يا ماما. الراجل جاي وشاري، لازم نكبره ونديله مقامه. نديله مقامه واعمل له ايه يعني؟ اعمل له سبيل ميه تحت في الشارع مثلا؟ يا عادل دي اخر فرصه لجواز اختك المسكينه، مش قادره انطقها. طب يا ماما يعني انا قصرت في ايه؟ يعني هل هو طلبها وانا قصرت؟ واحنا هنستنى لما يطلبها؟ دلوقتي الرجاله ما بيتجوزوش، احنا اللي بنتجوزهم. يا ماما معلش يا ماما، انا مش عايز ارخص سناء اكتر من كده. وبعدين هما الاثنين ظروفهم زي بعض، اذا كانت هي اتجوزت واتطلقت فهو برضه تهبب اتجوز واتطلق. طب ممكن تديله ريق حلو؟ حاضر يا ماما. ماما انا خارجه وهتاخر شويه، ما انت عارفه النهارده خطوبه ابتسام صاحبتي. هترجعي لوحدك؟ لا ما هو مصطفى لما عرف ان انا هتاخر قال ان هو لازم هيفوت عليا ويوصلني، اصله ما عندوش ثقه في سواقين التاكسي. دي تلاكيك وشهامه انا عارفاها. يو يا ماما ما سبق وقلت لك اني بحس ان مصطفى زي اخويا. يو يا سناء ما سبق وقلت لك انك زي اخته. يو يا ماما انا ماشيه بقى. مع السلامه يا روح ماما يا رب. مساء الخير يا فندم. تشربوا ايه؟ تشربي ايه؟ اي حاجه. هات لنا ليمون. اتنين ليمون يا فندم. اتنين ليمون اه. حاكم الليمون ده بيريح الكلام ويمشي عضله اللسان ويفك شفره الحنجره. شكلك اتبسطت قوي النهارده في حفله الخطوبه بتاعت ابتسام. انت عارفاني بحب جو الخطوبات وطقس قرايه الفاتحه والشغل ده يعني. اللي يشوف كده يعني يقول انك مقطع نفسك جواز. مقطع ايه بس ومنايل ايه؟ انا عاوز واحده تفهمني وتفهمني، ترعاني وترعاني، بس الاقيها فين؟ موجوده، قصدي موجود يعني، دور عليه تلقاه، يلي عينيك شايفاه وهي برضه بيت دور. يعني اتجرأ واتكلم؟ هتسكت لامتى؟ اخاف اترفض. مين دي اللي تجرؤ وترفضك يا مصطفى؟ يعني انت شايفه فيا اني كفاءه؟ انت كده اخلص يعني؟ خير الجواز عاجله. انا بقول استنى شويه. هو في حاجه في الزمن ده بتقعد؟ ابو جنيه بكره باتنين جنيه. خلاص سناء انا ها انا ها انا ها انا عاوز اتجوز نشوه بنت خاله العروسه. ايه يا سناء؟ ايه يا سناء؟ اهلا 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 ازيك يا درش؟ على الله تكون اتبسطوا. عادي يعني. ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ اه درش يبقى انت شكلك كده بقى لسه شايل مني. انا؟ لا لا خالص، انا فور الحموله بدري بدري. اه يا سلام، انت طيب قوي ما شاء الله، يعني دي احسن صفه فيك. انت كلك صفات جميله بس دي احسن صفه فيك. امال سناء فين؟ ما تخش تشوفها.
فعلا لازم اخش اشوفها. طيب دقيقه واحده واجي لك على طول. درش اوعى تمشي، هنتعشى مع بعض. سناء سناء عمال يا ستي اجر لك ناعم معاه اهو عشان بس تعرفي انت خاطرك عندنا قد ايه. طب وتعب نفسك معاه ليه؟ هو كان طلب منك حاجه؟ من غير ما يطلب يا سناء، انت اختي حبيبتي يعني عادي جدا ان انا جامله عشانك يعني. طب ريح نفسك بقى يا عادل ووفر مجهودك، هيتجوز واحده تانيه يا عادل. وسايباني اجر نعم عامل الصبح. دي فرصتي، ان ما فرجتك يا مصطفى. مصطفى 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 مصطفى، هو فين يا ماما؟ هو مين يا حبيبي؟ زفت الطين مصطفى ده مشي، طيرته بكره، لا لحقنا نبلي شربات ولا نزغرط زغروط. يا ماما وانت ستي يمشي ليه بس يا ماما؟ معلش يا حبيبي، روح طيب خاطر اختك بكلمتين. حاضر. ايه جميل زعلان ليه؟ بالعكس والله، انت المفروض تحمدي ربنا انه خلصك من مصطفى ده. ده واد فاشل، ولا بتاع جواز ولا بتاع شغل ولا نجح في شغله، وانا حاسس ان هو كان الفتره دي كلها في ايطاليا محبوس عادي يعني. يا سناء تفقديش الامل، امال اكيد هيجي لك عريس يا ماما. خلاص بقى. ايه في ايدي ده؟ انت عارف ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرساني يا عادل، بس من غير مصطفى ده. ولا مصطفى ولا غيره، ولا حد بيعبرك اصلا. بس ايه؟ مش فايقه كده دلوقتي بقى. خلاص بقى، مش عايزه اهزر. دمك تقيل بقى. ياسمين اكبر شوكولاته موجوده في السوق. شوكولاته ايه يا بابا؟ انا قلت لك عايزه كمبيوتر. يا حبيبتي الكمبيوتر مش اوانه دلوقتي، ده بيطلع في الصيف. انت فاكرني عيله ولا ايه؟ ان شاء الله يا حبيبتي امسكي بس الشوكولاتايه ان شاء الله. يعني اول ما اجوز بقى ايه خالتك وعمتك وننتك ابقى اجيب لك كمبيوتر. اجيب لك كمبيوتر ايه؟ تبقى انت بقى تاخديني من ايدي وتروح انت تجيبي لي كمبيوتر، لان هكون عجزت بقى. الو. حاضر تيتا انعام، تليفون ليك. تليفون ليا؟ والله ما قادره اتكلم، ده انا حتى النهارده بقي بيوجعني. يلا. الو مين؟ ام سميه. ازيك يا اختي، فينك وفين ايامك؟ ما بتساليش عليا ليه؟ على رايك الدنيا بقت مولعه نار. اول امبارح ومليك عليا حلفان، نزلت عشان اشتري شويه خضار وملوخيه ناشفه. ما انت عارفه عادل بيحب الملوخيه الناشفه. رجعت في البوك بتاعي مفيش تمن التاكسي. قولي ده بقها وجعها. قصدها بقها وجعها. ازيك يا اختي وازاي سميه كده؟ والنبي الف مليون مبروك. ايه يا ماما؟ سميه كتب كتابها ودخلتها بعد بكره. ايوه يا اختي ايوه، فرحت لك قوي. ومين بقى اسم النبي حرص وصينه كده اللي خد سميه؟ مجدي، عارفاه ابن اعتماد جارتنا. ده شاب طيب وابن حلال. ده حرامي ونصاب. ايوه يا اختي، بقول ده شاب كويس. لا بيسهر ولا بيدخن. الف الف مبروك. طبعا هجيب سناء واجي ان شاء الله ان شاء الله. فرحت لك قوي. مع السلامه يا اختي، مع السلامه. بلانيله بقى تتخطب لمجدي واختك قاعده كده قدامنا من غير جواز؟ انت مش لسه يا ماما بتقول عليه دلوقتي ده حرامي ونصاب؟ ايوه، بس الراجل ما يعيبوش الا جيبه. شوف مش هجيبه يعني، انت كلك على بعضك عيوب. يا سلام، كلي على بعض. الو مين؟ حاضر. تيتا مكرر، تيتا مكرر، تليفون ليكي. عيب يا قليلة الأدب، مفيش حاجة اسمها تيتا. تيتا دي بلديون، اسمها نانا مجيدة. ألو؟ هلول، إزيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. لا لا، مش معقول يا بنتي، أنت مش معقول كل ما اسمع صوتك أضحك. طب قولي لي بقى، قولي لي نقطة. إيه؟ ناتي خبطها اوتوبيس. ايه دي مش نكته؟ حسنا يا
لا انا اسفه، انا اسفه، البقاء لله. يا خبر ابيض، لا 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 ضروري، انا هاخد نجله واروح اعزي على طول طبعا. طب يا حبيبتي ميرسي، مع السلامه، باي باي. اتخبطت باوتوبيس، روح دي في عز شبابها، دي قدي. المره دي اكيد تجور بقى، هو ده اللي ناقص. الو مين؟ حماده؟ عايز مين يا سي حماده؟ لا لا لا، انت جبت النمره دي ازاي؟ ولد ولد قفل السكه ليه الادب. نمرتنا خلاص يا هانم، بقت متسيفه على نص موبايلات مصر. عايزين هتقولي نجله برضو؟ لا مش نجله، ياسمين. ايه ياسمين؟ انت يا بنت، بنت ياسمين. نعم. تعالي هنا، انت مديه نمره البيت لواحد اسمه حماده؟ هو اتصل. اتصل؟ انت اديتي له النمره ازاي انت يا بنت؟ انت كده ممكن يزعل وما رضاش ياخدني معاه. ياخدك معاه فين يا قليله الادب انت؟ اصل حماده قائد الرحلات في الفصل. قائد الرحلات؟ وياخدك مع. طيب يعني انتوا طالعين رحله، والله دي ممكن تبقى فكره كويسه. طب معاكي نمرته؟ ايه ده، انت بجد هتوديها؟ ده انت عمرك ما طلعتها رحلات. ركزي معايا، ماما وسناء طالعين على الفرح. ماشي، مامتك ونجلاء طالعين على العزاء، مش فاضل غير ياسمين، سيبيني انا اتصرف. هنا الو، اكلم الاستاذ حماده. والله حضرتك معلش، انا والد ياسمين. معلش انا فاكر حد بيعاكس، انت عارف يعني ياسمين في اولاد كتير بيعاكسوها. هي مستعده تطلع معاك الرحله. ماشي، هي ياسمين هكلمك اهي، خدي كلميها. ياسمين اقفل يا بابا، كلمه من جوه. كلميه من جوه. طيب. مع السلامة، مع ألف سلامة. هتوحشونا والله، والله هتوحشونا. ياه الواحد بس اضطر يكذب بس. مشيوا مشيوا كلهم كلهم. الحمد لله، مش مصدقة نفسي، بيتنا رجع تاني لينا. الحمد لله، فلوسه حلال يا ماما، بيتنا ده فلوسه حلال وأخيرا رجع فعلا. مفيش حق بيضيع على حد أبدا. فاكرة فاكرة البيت ده لما كان بتاعنا؟ فاكرة؟ يا على ده اسبوع. يا لما كان الواحد بيقعد كده اهو مأنتخ تحت المروحه وهو لابس الفانيلا الحمالات. طب فاكره الفانيلا الحمالات؟ لسه مخيطها لك امبارح يا عادل. عادل فاكر لما كنت بطبخ لك كل يوم؟ على دي ايام، ربنا لا يعيدها. كانت ايام جميله. يا نهار ابيض، ايام فظيعه. بس يعني عارفه، اي اتنين طلبة في معهد تجاري ممكن يقعدوا مع بعضيهم في حديقة الفسطاط اكتر ما احنا بنقعد مع بعضينا. بس عموما ما تقلقيش، اظبطي ساعتك، بعد ثواني هيبدأ العد التنازلي لأحلى 24 ساعة في حياة المتجوزين. هنعمل ايه؟ احسن حاجة بقى حبيبتي، ها؟ نفضي دماغنا خالص ونحاول نستفيد من كل لحظة في 24 ساعة دول. أقول لك نعمل إيه؟ إحنا نطفي نور الشقة كله ونقعد مع بعض كأننا عايشين في جزيرة مهجورة. وأنا ألبس لك طرزان. حاضر، أنت بتهرج، أنا ما بهرجش. إحنا نتغدى على ضي الشموع. أيوه، ونتغدى هنا ونقعد نزرد براحتنا، مش على الترابيزة ولا حاجة. على ضي الشموع. يا دي الشموع. حاضر يا ستي، هشد لك سكينة الكهرباء، ما تقلقيش. بعد الغدا بقى أقوم إيه؟ طالع على البلكونه بالفانيلا الحمالات. يا حبيبي كده هتاخد برد. يا حبيبتي مش اشكال اخد برد، اتعالج بعد كده، بس المهم ان انا استمتع بالفانيلا الحمالات. يا وبعد كده بقى نقوم جايين على الصاله نقعد نتفرج على التلفزيون، ولا اقول لك ناخد بقى التلفزيون ونخش نتفرج جوه في اوضه مامتك، وبعد ما نتفرج على التلفزيون في اوضه مامتك نطلع بقى على اوضه امي. لا هنعمل ايه في اوضه مامتك؟ مش اشكال، اهو نقعد نتنطط على السرير، نتنطط على السرير، نتنطط، او مثلا ايه نقعد نفتح الدراج ونقفلها، نفتح ونشد الستر. ايه ده؟ مين الرخم اللي جاي دلوقتي؟ ليه؟ في ايه بس يا ستي، ايه اللي حصل؟
اللي حصل يا اخويا؟ ما شفت زي خيبتي، ما شفت زي خيبتي على بختي المايل، على حظي المتنين المتعوس. لا ليا بخت في راجل ولا ليا بخت في عيل. انا يعمل فيا كده؟ انا يضربني ضرب ده يا اخويا ده يدشدشني. هو مين ده اللي ضربك يا ستي؟ هو في غيره يا اختي؟ هو في غيره يا اختي؟ المتشرد الجعان الرمه يعمل فيا انا كده؟ انا اللي طول عمري مستحملاه هو وعياله شايلاه. مسيح انسى طبيخ اصبو كنيسة اجلس. ايوه يا ستي نشير تنشري عصير تعصري. المهم ايه اللي حصل يا ابو مرفه؟ ابدا يا اخويا، بالراحه كده بطلب منه كاتشب ماشين. في حاجه دي كاتشب ماشين؟ شفت اهو ما فيهاش حاجه، حته كاتشب ماشين يبهدلني بالشكل ده. رانيا رانيا وبعدين يا رانيا دي جايه تقعد. ما انت مش عارفه ان ميرفت الخناقه عندها ببياتة. عشان كده يا حبيبي انا مرايه تروح القهوه تقنع جوزها وانا احاول اقنعها هنا. اروح القهوه ايه؟ هنقعد بتاع ساعه على ما نقنعهم دول. ساعه يا عادل؟ ساعه ماشي مش اشكال ساعه. المهم لما ارجع استعدي لاحلى 23 ساعه في تاريخ المتجوزين. ايوه يا رجاله الدكتوره بقى تنفع مع اتنين النيب. اشرب الليمونه يا استاذ عادل. ايه ده؟ ده ليمون من غير لا سكر ولا ميه ولا اي حاجه؟ طبعا يا استاذ عادل. هو انت زبون؟ ده انت صاحب مكان، يعني ليمون يجي لك من على الشجره على الفنجال عدل على طول. اشرب. طب ما تعاملني ان انا زبون يا معلم وتحط لي ميه وسكر، اعملها لي ليمونات عادي يعني. سيبك من الليمون، القصد الوليه مراتي نكاديه وشرسه، ولو انا نفذت طلبها الباقي هيكر طلبات. يا معلم يعني هم الحريم يعني طلباتهم ايه؟ انت تعرف حاجه عن الحريم يا استاذ عادل؟ على رايك ده انا حيالله يعني عايش مع مراتي وامها واختها وامي واختي وبنتي، يعني مش مديني فرصه اعرف اي حاجه عن الحريم. صح. والنهارده لو طبيت بكره هتركب وتسوق. طب وفيها ايه يعني يا معلم اما تركب شويه؟ يعني دي بكتير هتلف بيك الصاله وخلاص. يا استاذ عادل انت مش فاهم حاجه. ما انا لو جبت طلبها اللي هو الكرشه ماشين بكره تطلب مكوه. هو انتوا ما عندكوش مكوه؟ لا. طب يا معلم طب ما يعني هات لها الكارشر ماشين ده، لو بعد كده طلبت مكوى طلقها، بس المهم ترجعها النهارده يا معلم، ده فاضل 23 ساعه ونص. قطع يغور مطرح ما يغور، يلا يروح في 60 داهيه، ده بخيل ورمه. ايه ده يا رانيا الورك ده ماله مزرنح كده ليه؟ انت بتطبخي بهولندي؟ بقول لك ايه يا ام ميرفت، استعدي كده بالله وفوقيلي وقولي استبحي يا صبح. يوه يا رانيا هو انا كفرتش يا بنتي؟ بصي بصي ايديا، بصي ايديا واحكمي. بصي شقاق شقاق من كتر تقشير الثوم، تخريط البصل، طحن الفلفل، طحن كل حاجه لما انا نفسي اتطحنت. طب انا هقول لك على حاجه. أوه. انا هقول لك على اللي حصل وانت احكمي. هو راجع من الشغل كالعاده، طبعا انا حاطه في دماغي بقى اللي انا كنت عايزاه، رحت لابسه له بقى الجلابيه، بصي عسل الجلابيه اللي بتلمع الحلوه دي، وكحلت عينيا وضبت المنديل ومية مية، ولسه يا اختي بقول له لسه، وراح مناولني الاولاني. جنيه الاولاني؟ جني لما يلهفوا الالم الاولاني. وخدي عندك على اللي جرالي، ما جراش لحد. بصي راح ماسك دماغي يا اختي ودب بالروسيه، ولا لك بصي فكي راح، مش عارف انضغ ولا اتكلم ولا اعمل حاجه خالص. ضلوعي شلاليت ايه؟ لكاكيم ايه؟ حته عال اكلتها تقولي يا اختي انا دخلت مصارع السيران؟ يعني كده مفيش امل ان انتوا تصطلحوا؟ نصطلح فشر ده بعينه، ده انا لازم الوده وشحتفه. امال ايه؟ قدي اسبوعين ثلاثه كده عشان يعرف امتي. طب يا ستي افرضي الراجل طلع غتيت وما حسش على دمه. وايه يعني؟ انا حلوه وزي الفل، قاعده وحلوه ومستريحه 24 قيراط، هو يرن مكان ما يرن. قولي لي يا رورو ما لقيش يا اختي عندك حبه رز بالشعريه؟ يعني يا معلم انت مش ناوي ترجعها النهارده خالص ولا ايه؟ لا ممكن ابدا، طالما الموضوع دخل في العند ما تحاولش معايا. ولعلمك يا استاذ عادل انا دماغي صارمه. لا 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 يا معلم معاش اللي يقول عليك كده، ده انت يعني ما شاء الله عاقل ورزين. يا استاذ عادل لما اقول لك دماغي صارمه تبقى دماغي صارمه. لا يا معلم لا 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 ما تقولش كده خالص، يعني ده انت دماغك توزن بلد يا معلم. انت تعرف دماغي اكتر مني. بقول لك يا استاذ عادل لما اقول لك صارمه تبقى صارمه، صباعك لما وجعك تعمل فيه ايه؟ عالجه طبعا. لا تقطعه.
لا ما شاء الله صارمة صارمة يعني صارمة قديمة كمان. كيتشن ماشين أربع سرعات، كل الحاجات بتتعصر، عصير كمان فلفل أسود وكمون وكل حاجة، زجاج غير قابل للكسر. جوزك حبيبك يا أم ميرفت مستنيكي. شفتي ما قدرش على بعدي ولا على زعلك. اتفضلي يا أم ميرفت، ألف مبروك. يسلم لي عمرك يا أخويا، أفضلكم عافية. مع السلامة يا أم ميرفت، مع ألف سلامة. شكرا يا أخويا، إن شاء الله يخليك. مع ألف سلامة. اعملي حسابك بقى، الشهر ده مخصوم من مصروف البيت 150 جنيه. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان جبت الكيتشن ماشين ده على حسابي. يعني برضو جوزها لغاية ما رضيش يجيبه؟ مش إشكال جوزها. المهم خلينا مركزين في أحلى 10 ساعات ونص فضل لنا عشان نبقى أسعد زوجين متجوزين. ها إيه رأيك في الجو؟ ده إيه الحلاوة دي؟ يا سلام شموع، واللي بتفكرين يعني آخر مرة عملت عيد ميلاد وكمان إيه؟ أكل وإنت اللي عاملاه يا ولسه أنا محضرة لك مفاجأة. إيه بقى؟ هنحلي بالفاكهة دي مثلاً على أضواء لمبة سهري؟ براحتك. عموما الماتش اللي كان نفسك تتفرج عليه انا بسجله لك. تكلمي جد؟ ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. لا ده انا اكل بسرعه بقى عشان احب اتفرج على الماتش. يا سلام، يعني الماتش هو اللي فتح نفسك. طب ايه رايك بقى؟ مفيش ماتشات بتتسجل. بطلي هزار بقى، انت بتشغليني ولا ايه؟ لا هو كده، ويلا يا الماتش. يا انت يا الماتش حبيبتي، ما تعمليش عقلك بعقل ماتش، عيب. عادل انت بتفهم ولا بتفهمش؟ بقول لك يلا يا الماتش. بفهم ولا ما بفهمش؟ طب هتفرج بقى على الماتش، ولحظك النهارده مش ماتش بس، ده في كمان مصارعه حره بتاعت الاقزام يعني صباح كده. عادل اوكي عادل، انا هسيب لك البيت وامشي، ولعلمك بقى مفيش شموع. يا ماما ميرفت يا سلام، بتهدديني؟ ماشي عادي جدا، وسايبالي دول ليه يعني؟ تفاؤل اهم. بس خليها ضلمة. اتفضل يا معلم. شكرا يا استاذ عادل. على فكره يا استاذ عادل، انت محقول الست جماعتك، قول لي ليه؟ ليه يا معلم؟ يعني بصراحه كده يا استاذ عادل، انت لو لفيت الكره الارضيه دي كلها رايح جاي مش هتلاقي ست كامله من مجاميعه. عندك مثلا ست بتطبخ كويس تلاقيها نكديه، ست حلوه تلاقيها شرسه، ست صاينه قرشك هتلاقيها لوك وتوجع لك دماغك. ايه طب ما الستات كلهم كده يعني، الحل ايه يا معلم؟ خدني عندك كمثال، اشتري مني. اشتريت؟ اشتريت، عايز الباقي والله اشتريت. يا استاذ عادل اشتري الكلام. انا مثلا الست بتاعتي لا مؤاخذه غضبت وسابت البيت، كل ده ليه؟ عشان اجيب لها القرش ماشيين. رحت انا اعمل ايه بصراحه؟ نزلت جبت القرش ماشيين. ايوه يا استاذ عادل، جبت القرش ماشيين ب 15 جنيه، ايه يعني ما تجيبه؟ تشتري راحتك، دي رجوله والله ب 15 جنيه وبلاش دماغك تبقى صارمه يا استاذ عادل. يا نهار اسود، ده انت كنت بتتخانق عشان دماغك تبقى صارمه. جرى يا معلم، انت بتشتغلني انت ومراتك وبتعملوا علينا نمره ولا ايه؟ ما تحاوليش يا مامة ميرفت، خلاص انا قررت هسيب له البيت وامشي. يستاهل. ايوه حكم الرجاله دي ما تجيش الا بالجزمه، اديله يخت زي ما اديت المتنيل جوزي، وفي الاخر اهو جاب الحاجه اللي انا عايزاها. معاكي حق، انا لازم اسيب له البيت وامشي عشان يعرف غلاوتي وقيمتي عنده. وعارفه بقى يا مامة ميرفت، انا جاي اقعد عندك. تقعدي عندي؟ اه. اكبر غلطه تعمليها، اوعي تعملي حاجه زي كده. ايوه خديني انا مثال، تعالي بس لما افهمك. انا هقول لك دلوقتي، انا لما طلبت الحاجه من متنيل جوزي رضي يجيبها لي، ما رضيش قدامك، لا عيطت ولا بكيت ولا اشتكيت ولا سبت البيت. ايوه وفي الاخر حس بغلطته وجاب لي الحاجه اللي انا عايزاها. يا سلام. ايوه. طب تعرفي والله انا لو كنت ركبت دماغي كان زماني مرميه في الشارع. اه قولي لي كنت هروح لمين يا حبيبتي؟ ده البني ادم منينة تقيل. اه والله تقيل قوي. اسمعي الكلام. هقول لك يا استاذ، انا جبت القرش ماشي منين؟ عارف انت محل الفول والطعميه اللي جنب فرن ولاد ابو سمسم؟ وراه بيبيعوا القرش ماشي. فانا شايف انك تجيب لي مراتك واحده من هناك، لا مؤاخذه بيه بيتكم ناقصه حاجات كتير يعني. اولا الكرشر ماشين ده ما بيتباعش هناك يا معلم. ثانيا
حضرتك ما اسموش كارشر ماشين، اسمه كيتشن ماشين. ثالثا ثمنه مش 15 جنيه، 150 جنيه. رابعا انا اللي دافع ثمنه يا رمه. خامسا اطلع بره بدل ما اشغل عليك الجزمه ماشين. بره بره عليكي بعد يا تلعادي حشره، ونعمل لما تيجي حماتك انعامله لو ورياها. يلا بره 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 يا حشرات جراثيم يا ميكروبات. طب ما نرش بقى. طب عايز ايه؟ انت لسه زعلانه يا رانيا؟ يا رانيا حبيبتي، يعني بص انا فاهمك حاجه، بس انا الفرصه قدامي كانت كبيره جدا لدرجه ان ما عرفتش يعني اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. المفروض لما فرصه زي كده تجيلك تحط عينك عليا وما تشيلهاش. ما انا كان نفسي احط عيني عليك يا حبيبتي، بس انت اصلك جميله جدا، فخفت يعني ان عينيا توجعني بعد 10 دقايق. لكن خلاص ملحوقه، احنا لسه قدامنا 3 ساعات وثلث، عايزين نستغل الفرصه دي. ماشي. لو سكتي له هيسوق فيها. لا طبعا عادل، انا ما بسكتلوش. ازاي يعني ما يجيبلكيش هديه في عيد ميلادك؟ طب اسمعي بس اسمعي بس، انا مثلا النهارده عيد جوازي 9، يقدر عادل ما يجيبليش هديه؟ لا. طب بصي يا بصي يا لبنى لبنى، اسمعي بس اسمعي، انا هقفل دلوقتي عشان عادل جه ومخبي ورا ظهره حاجه، هقول لك بعدين، بس ما تنسيش تعملي اللي انا قلت لك عليه. سلام سلام. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. انت طيب يا روحي، ميرسي، ده حلو خالص. ده بقى اللي هتعلقيه في عربيتك الجديدة. عادل انت جبت لي عربية؟ ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. حبيبتي انا بحبك بس يعني مش لدرجة عربية وانا اتجننت. لا طبعا، عموما ده لطيف قوي يا حبيبي. بقول لك يا عادل، هو ده بكام؟ ب 10 جنيه؟ يا حبيبتي كده هتقطعيه، خلي بالك خلي بالك. عموما هديتك الكبيرة النهاردة بالليل. الأرنوب. حبيبتي أنا بحبك بس مش لدرجة أرنوب. النهاردة بالليل بعد ما أخلص شغل هاخدك ونروح برا لوحدينا. لوحدينا؟ حبيبتي أنت قلقتي ليه؟ أنت مراتي عادي جدا يعني. نخرج بقى لوحدينا. نخرج ونعيش برا على موسيقى لسلو الصاخبة. نرقص لوحدينا وناكل لوحدينا ونتكلم لوحدينا. تقصد تقول ان احنا هنروح المقطم؟ لا المقطم ده كان زمان قبل ما نتجوز، احنا خلاص بقى اتجوزنا. هنخرج بقى لمكان هادي، اخلص شغل اخدك ونروح بقى نقعد على موسيقى لسلو. يا هيبقى حته يوم. يبقى اجرت شقه مفروشه كده يا حبيبتي، يبقى انحراف. بقول لك على موسيقى لسلو اضواء الشموع. ليه يا عادل، يا شقه ما فيهاش كهرباء؟ انت ما فيش في دماغك غير شقق. بقول لك انا وانت هنروح نقعد على النيل، بس اهم حاجه ما حدش يعرف خالص. عشان نبقى براحتنا ولوحدينا. ايوه. معاكي بقى 200 جنيه سلف. ليه؟ عشان نبقى لوحدينا. جوازكو عملوا عيد من امتى؟ على كده بقى النهارده اجازه رسميه، اهي فرصه اجز وما اروحش المدرسه. هي فرصه لكل العيال في المدرسه انك انت ما تروح لهمش خالص. بطلي نفسنا بقى يا سناء. نا ايه نفسنا ونفس اللي هي سعادل، من كتر السعاده اللي انا شايفاكم غرقانين فيها دي. انت عارف يا عادل ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان. يا سلام، ده ايه المبالغه دي؟ يعني انت لو قلت يا جواز السما تمطر، ومش مطر عاديه، تمطر عرسان كمان. طب قولي كده يا جواز، قولي يا جواز. ماليش مزاج تمطر النهارده، هات من الاخر يا عادل. اشمعنى يعني السنه دي بتحتفلوا؟ ما انت كل سنه ما بتحتفلش. يا ماما احنا كل سنه بنحتفل بعيد جوازنا، بس ما كناش بنقول لكم. وطالما قلت لنا السنه دي يبقى انت عايز حاجه. عايز ايه؟ عايز ما تعملوش اي مشاكل النهارده.
ايوه عشان النهارده عيد جوازي انا وعادل، ومن فضلكم ما تقولوش لحد عشان مش عايزه حد يعرف. ليه بقى يا اختي وانتوا متجوزين في السر؟ لا لانها جوازه عره. انت تخرسي خالص. وده بقى ان شاء الله بتحتفلوا بيه ازاي؟ عادي يعني زي اي اتنين متجوزين. يعني بيجيبوا له تورته ولا بيطفوا له شمعه؟ يمكن بيذبحوا فيه، اهي فرصه نطلع حاجه للغلابه. بنسهر مع بعض في حته رومانسيه وساعات بنجيب لبعض هدايا. وهي جابت لك هديه؟ لا لسه، بس اكيد محضره لي مفاجاه كبيره جدا. دبدوب وصغير يا ما جاب الغراب لامه. هما 200 جنيه هستلفهم وارجعهم على طول عشان اكمل على اللي معايا واقدر اسهرها في حته كويسه يا ماما. كان بودي يا حبيبي اسلفك، لكن الايد قصيره والعين بصيره اعمل ايه؟ سناء. كان بودي يا حبيبي اسلفك بس اعمل، احنا في اخر الشهر، حد قال لك تتجوزها في اخر الشهر؟ ما انتوا اللي حددتوا ميعاد الفرح. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده ابوك الله يرحمه عملها وغار. ماما انا مش عايزه اتجوز في اخر الشهر، انا عايزه ابقى اتجوز في اوله. مش لما تتنيلي تتجوزي الاول؟ انا من نفسنا يا عادل. مين الحيوان اللي قال كده؟ انا لو قلت يا جواز. يا نهار ابيض، انت بس السما تمطر عرسان على طول، ومش مطر عرسان وبس، تتمطر عرسان بالمعازيم بالبوفيه بالزفه بسعد الصغير بكله. سلام، ربنا يخليكي ليا يا سناء يا اختي يا حبيبتي يا جميله. هردهم لك باذن الله اول عيد جواز ليك. يبقى مش ناوي تردهم ابدا. ايه ده؟ معقولة مفيش ولا ترابيزة فاضية؟ طب معلش حضرتك، يعني بصفتك أهم منادي موجود قدام المكان، ممكن تتصرف لنا في أي ترابيزة؟ أي ترابيزة، يعني تكون متطرفة، تكون من غير مفرش، من غير أباجورة، من غير كراسي، من غير ترابيزة، المهم تتصرف لنا يا عم مغاوري. ربنا يخليك، ماشي، وأنا عناية ليك يعني أنت عارف، ها؟ مع السلامة، مع السلامة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده دولة ده؟ يا عم انت ما تتحايلش على حد يا عم، ومتشكرين يا عم مغاوري وبتاع. يا عم انت ابن عم رمزي، ما تكسفنيش اكتر من كده بقى. لا يا عم انت الترابيزه اللي في دماغك هتجيلك وانت حاطط رجل على رجل. وانا حاطط رجل على رجل؟ ايوه. ده عشان انا ابن عم رمزي يعني؟ طبعا يا دي شويه دولة، ده انا في ناس حفيت ورايا علشان ابقى ابن خالتهم مثلا. لا ده الحمد لله ان انا نفدت بحكايه ابن عمك دي. وادي يا سيدي اهو رجل على رجل. السلام عليكم. ايه ده؟ معقولة؟ مش هنا برضه شقة العروسة؟ لا ما انا قلت لك يا ابني في الدور اللي فوق، متأسفين يا فندم. يا عم شلت رجلك ليه يا دولة؟ ما قلتليش بقى يا عم، الترابيزة دي انت محتاجة ليه؟ انتوا بعتوا العفش ولا ايه؟ النهاردة يا سيدي عيد جوازنا التاسع أنا ورانيا. ايه ده؟ عيد جوازك أنت ورانيا في نفس اليوم؟ وظبطتها ازاي دي يا دولة؟ افهم يا زكي. أنا آسف، أنا آسف إني لخبطتك. إيه؟ افهم يا غبي. إيه؟ النهاردة أنا ورانيا عيد جوازنا التاسع، يعني من 9 سنين اتجوزنا أنا وهي. يعني هو عيد الجواز ده ما بيجيش إلا مرة كل 9 سنين. طب هو ليه ما جاش قبل كده؟ أهو بقى ظروف، المهم إنه جه يعني الحمد لله، وطالب بقى ترابيزة. طب يا دولة يعني معلش، هي دي الحاجة الوحيدة اللي غمضت عني يعني شوية، مع إني بفهمها قبل ما تطير. ما أنت لو تصبر بس لغاية ما تطير هتفهمها عدل، أو استعجالك ده اللي مخليك مصنف كغبي. ماشي بص يا دولة، يعني هي عيد الجواز ده يعني مشترط يعني وجود ترابيزة، عايز أفهم. مشترط لإما ما يجيش. هو بيتنك ليه؟ عارف أنا يا رمزي أنا بفكر في إيه؟ في إيه؟ ان الخمس دقايق اللي ضاعوا من عمري وانا بتكلم معاك دول مش راجعين تاني خالص. ايوه بتفكر في ايه بقى؟ ما بفكرش، انا بطلت افكر خلاص. طب بص يا دول، انت شكلك كده قلقان وانت ابن عمي عم ومش عايزك تقلق. بص رمزي هيظبط لك احسن ترابيزه في مصر. امي بقى خلاص. منك لله. اقول لك على حاجه، تحب اولع لك في الفرن تقفي قدامه شويه؟ ولعي لي في الفرن انت كمان. شي بدك لله، بدك لله يا جيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جماعه في انا هيجي لي التهاب رئوي بسبب اختك المجنونه دي. خلاص خلاص يا مجيده، انت هتعمليها اغنيه ولا ايه؟ في ايه بس يا جماعه، ايه اللي حصل؟ اختك ترمي عليا الجرده الميه ساقعه. جرده الميه ساقعه؟ معنى كده مفيش ولا ازازه ميه ساقعه في الثلاجه؟ ليه كده يا سناء؟ انت اتجننتي؟ يا عادل انا ما كنتش اقصدها هي، انا اقصد بنتها الصايعه دي اللي لفت عليا السخان وانا بستحمى.
قفلت عليك السخان ليه كده يا نجلاء؟ انت اتجننتي؟ لانها مسحتلي كل الرنات الجديده وكل النمر اللي موجوده في الفون بوك. الفون بوك ليه كده يا سناء؟ انت اتجننتي؟ ده انا كويس اللي ما مسكتش التليفون ده، دشدشته على فخه ورميتها هي والتليفون في الزباله، عماله يعدل كل شويه تشغلي ديكي مارتن وستينج، نغمات نغمات في نافوخي، مش عارفه انام، صحيت من النوم يا عادل. مش عارفه تنامي؟ يا نهار ابيض، معقوله كده يا رانيا؟ انت اتجننتي؟ يا جماعة ما يصحش كده، عادل جاي من الشغل تعبان، نأجل المشاكل دي شوية. يا سلام، ربنا يخليكي ليا يا ست الحبايب يا حبيبة، هو ده فعلا قلب الأم. وبعدين أنت غلطانة يا مجيدة. أنا برات منك يا شيخة برات، شايف الافترة بتاع أمك؟ شايف يا عادل؟ طبعا، أمال بنتك هتجيب الافترة ده منين؟ لم أنت بنتك الأول وبعدين اتكلمي على بنتها. إيه ده؟ أنت قصدك إيه يا سناء؟ ما أقصدكيش أنت يا رانيا. بحسب. خلاص بقى يا جماعة، خلاص بقى، وبعدين؟ أنتوا اتجننتوا؟ لكل ظالم نهاية. لعلمك بقى سنة أختك هي اللي غلطانة وهي اللي بتتلكك لنجلاء وبتعاملها على إنها عدوتها. عدوتها؟ مفروض نجلاء أختك دي تراعي فرق السن اللي بينها وبين سناء، مفروض تتعامل معاها على إنها أختها كبيرة. طبعا لو على فرق السن بقى يبقى هتتعامل معاها على إنها أمها. ما ينفعش تتعامل معاها على إنها أمها، لأنها أصلا ما بتحترمش أمها. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك يا دود يا حياتي. عادل، انت تقصد ان مامي انا مش محترمه؟ انا ما قلتش ان امك مش محترمه، بس ما دام انت اللي بتقولي انت اضرب امك يعني. لعلمك بقى عشان تبقى فاهم، مامي اللي انت بتتكلم عنها دي برقبتكم كلكم، انت وامك واختك. انا جايبه لك البرفان ده هديه اللي انت بتحبه، يا رب يعجبك. الله، ده البرفان اللي انا بموت فيه. ميرسي قوي يا حبيبتي. ايه حكايه امي واختي دي؟ ايه ده؟ راعي كلامك يا هاني بدل ما اخليكي تندمي. ندمني بقى يا عادل؟ انا بقى عايز اعرف هتندمني ازاي؟ لعلمك انا عايشه ليل ونهار ندمانه، مش كفايه متجوزك باهلك؟ باهلي؟ يا سلام، حوش، قال يعني انا اللي متجوزك مش هفية، ما انا متجوزك انت وامك واختك الصايعه يا هانم. الا صحيح يا حبيبتي، تحبي لسه فين النهارده؟ اي مكان يا حبيبي معاك هيبقى كويس، مش مهم المكان، مهم ان انا معاك. اختنا صايعه؟ اختي صايعه؟ طب لعلمك بقى اختي صايعه، بس اختك انت بقى هبله، وامك اصلا يعني. انا امي اصلا يعني؟ رانيا انت في مكان معين تحبي نفسك فيه النهارده؟ يا بنتي فهميني، يعني انت قلتي له دلوقتي انت لو ما جبتليش هديه في عيد ميلادي انا هسيب لك بيت وامشي. برافو عليكي. ايوه يا بنتي، هو ده الكلام، اسمعي مني بس، هو ده الصح عشان يعرف ان عندك شخصيه قويه. استني بس، المهم هو قال لك ايه؟ ايه قال لك انت طالق دي؟ قال لك انت طالق؟ خرب بيتك، انت بتهرجي؟ لا يا لبنى، وانا مالي يا بنتي؟ وانا مالي؟ لبنى خرب بيتك يا لبنى، بس المجانين دي، وانا مالي؟ تتطلقوا هعيش مع مين فيكم؟ ليه يا ياسمين تقولي كده؟ لا يا حبيبتي، انا وماما بنحب بعض، ما ينفعش نتطلق خالص. سمعتكم وانتوا بتتخانقوا. عادي يا حبيبتي، اي اتنين متجوزين بيتخانقوا بس بيرجعوا يتصالحوا تاني يعني. لكن اللي بيحبوا بعض؟ يعني انت رايك ان انا صالحها؟ خلص واثر. حاضر. يلا. حاضر. اي خدمه. رانيا انا اسف، يعني ما تخليش مشكله بسيطه زي كده تاثر علينا وعلى الاحتفال بيوم زي كده، المفروض ان احنا نحتفل ونتبسط ونفرح يا رانيا. نو اوعي تصدقيه، هاو دير يو، مش كفايه اللي اختك عملته فينا، ده جاي كمان علشان نزود الطينه بله. ولا طينه ولا بله ولا اي حاجه يا حماتي، يا ريت تخليكي محضر خير. سيبيني يا ماما، سيبيني. تعالي هنا، انت جننتي. هتشي امشي، لازم اعديها. راحت فين بنتك؟ راحت فين هي؟ انا هدور عليها. خرجت و
وطبعا انت مش عارفه هي راحت فين. خرجت بنتك الصايعه الضايعه. شيخ لا بقى نفسك انت يا سناء. على فكره بقى انا اختي مش صايعه مش ضايعه، هي ممكن تكون ضايعه بس عمرها ما كانت صايعه، انت فاهمه ولا لا؟ ولعلمك اللي عملته فيكي اقل واجب يتعمل فيكي، والبادي اظلم. سمع يا ماما، اوعي تسكتي لها. حسبه ان انا ظالمه. احب اوريكي بقى يا رانيا. هتشوفي هعمل كيس. بس كفايه كفايه، حرام عليكم حرام عليكم. في ايه؟ يوم واحد، يوم واحد الواحد بس عايز يرتاح فيه. يوم زي النهارده، اليوم اللي الواحد مفروض بيحتفل فيه باليوم اللي هو تهبب اتجوز، اليوم اللي هو اتزفتنا فيه. لكن تقعدوا لغايه الساعه 12، سيبونا لغايه الساعه 12 نحتفل، حرام عليكم. دولا حبيبي سيبونا لغايه الساعه 12. عايز ايه؟ عايز ايه؟ لا عم ابن عم حبيبي، علشان بقى ما تبقاش تستصغر رمزي بعد كده. ها وخليك فاكر بقى. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما تقهرش نفسك يا حبيبي، عشان خاطري ما تقهرش روحك. تعالى نخرج نتفسح ونبعد عن الوغش ده. الله، وايه اللي هيخليكم تخرجوا تتفسحوا وتبعدوا عن الوغش ما انتوا قاعدين؟ ايه اللي يخلينا نخرج؟ انت ما حجزتلناش ترابيزه ولا ايه يالا؟ ايه يا دول، عيب عليك يا جدع. لا هو ايه، مفيش نظر مفيش مفهوميه يعني؟ بقى سيبك تروح تجيب الترابيزه في مناسبه زي دي، ما بتجيش الا مره كل 9 سنين يا دول. ادخلوا يا رجاله، ادخلوا. رجاله ايه؟ ايوه دوله بقى، دوله بقى. ادخل يا عم مجد، ادخل يا هاني. اتفضلوا يا رجال، الف شكر. ايه رايك بقى ايه ده؟ طب وانت عايز ترابيزه ليه يا دوله؟ ما انت عندك اتنين اهمت وبالكراسي مختلفه والضيوف كمان عليها. رمزي ايه؟ بقول لك ايه يا عادل، انا عارفه انك كان نفسك تخرج، بس معلش اللي حصل بقى. ما تزعليش يا رانيا، انا مش زعلانه، انا حزينه. وحدوه. لا اله الا الله. ده ايه اليوم ده؟ اتشا. انا اسفه اسفه يا بنتي، اسفه اسفه قوي. معلش معلش، كلنا هنروح المستشفى. اسمع يا عادل بقى، احنا اتفقنا ان احنا كلنا هنعمل لك كده امبيونس يجنن، فيري رومانتك، ولا احلى محل موجود في مصر. اوكي يلا يا بقى، يلا يا يلا 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 يلا. بتخم بتخم ايه شغلك يا عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح؟ 174-0. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى، مفيش شغل خالص. يلا رمزي. دولا تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنملنا الذكاء بتاعنا يعني. زي ايه كده يا دولا قول لي؟ يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم 5 فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا، هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين يعني، ده في لون مش موجود في التاني يعني، مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. تبص ده تحس ان فيه لقم. هو انا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته احنا قاعدين. في ملاحظة تانية يا دول أنا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز أقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده يعني، مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمة عيش. لا ده في ملحوظة باينة قوي بقى. لا رمزي إيه؟ التمثال ده واقف حال البني آدم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. أنا غلطان، أنا غلطان إن أنا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلاني أعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا قاعد في بيتنا احسن ما دام كده كده مفيش شغل. طب والشغل يا دول ايه؟ الشغل ايه؟ شغل ايه؟ خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت يعني، انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام سلام يا دول.
سيبه بقى، سيبه بقى ياكل عيشه. في البيت هتقعد عيش الاثنين؟ كسرت عيشهم يانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20 الف مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزين اغير شغلتي يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه؟ انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه يا ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابي عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح عايزاه يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانية غير رمزي؟ معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه، انا اقصد مكان التصوير وورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي، انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عمي. وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقى لي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني بموزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده، وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبق في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، هي ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادل شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها
وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا، يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم ملازم اللي انت عايز. عندك انت بقى ملزمه الفاشل في البازار او الموجود في الهبل؟ انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفه بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا عينيا هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزم عديه في الشارع ممكن تلحق عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قال لك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجه هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعه حد الحلقه ملزمه البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجه. حاضر حاضر، انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ اه فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكوا على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف ياد هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك يا عم. تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا ست لا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني اربع مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا عدول. الله يسلمك. طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطه في الكيس ده اهو. اهو طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي ربع كيلو طماطم، وجايب لكم ربع كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم ربع فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم ربع كيلو تفاح. هي بس وزن التفاحيه واحده بس، مش اشكال ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات. كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 ايه ستات كيلو... ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات. انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي عندكم دي عشان ما ينفعش يعني، في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيشوا وتجيبوا لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما
ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في التلاجة عشان ما تبص. بالنسبة للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربة يعني عشان اشرب شوربة قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمة مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغل شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها بمئة راجل. بص يا دولة، هي قالت لي بكرة رمزي احنا هنبتدي متأخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متأخر. ملازم متأخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرنا دولة قدمت مستقلتي. ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت الباقيالي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي. خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها على شينك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده هو يعني. ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعه يا جدعان، وسعه يا اخوانا. الزبون جاي لي. ويلكم. وير ار يو؟ من زمان. لوك بقى، احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا، انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه بدل ما نسوعك بزيز عصايه. اقف اقف. هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني يعني عشان خاطرك، انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنة اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغالين المكنة. الله اكبر، يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتورة الكهربا انا اللي هدفعها. طب والمية؟ مية ايه؟ ما هي ها؟ يعني عايزك بقى تعلي الاجرة اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا رجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ مرضي يا ست الكل. رب ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه. وعندك بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله.
تأمرني بأي خدمة يا رمزي باشا؟ أيوة بقول لك نزل الأستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس أنا عارف. بس كده حنا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشة نضيفة بلاي قطيفة. أصيل يا رمزي أصيل، كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل يعني. انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله، يعني ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط، اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يلا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار يلا. يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ اه يا دولة والله تخيلت. لا يلا هزار يعني، بص بفكروا بجد يا دولة. لا هزار يلا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ اه يا دولة دي ست عظيمة يعني، بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك أجر كل شهر ولا ايه الحكاية؟ لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام، شوف ازاي عيلة صغيرة بس لفك على صباع رجلها يا معلم. ايه يا دولة في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني؟ اكلك، شربك، كسوتك في العيد الصغير، العيد الكبير، عيد الفلاح، عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دولة. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دولة يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عمي يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا هي بتديك 25%، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. كنت هروح فتيس. اتفضل يا دي. ايه ده؟ ايه ده معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو، ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه، اسمي حاسب على المشاريب بقى. رسالة يا رمزي، ودي مش محتاجة حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الاحمر هتلاقي المكنة دي طلعت مكانها على طول. بس ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنة جديدة؟ اسمها مكنة كبيرة، مكنة حديثة، اكبر من المكنة بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده انا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنة بتاعتي. بتنسحب يا سيد الكل. ليه يشيلوا المكنة؟ ما تخليكي قاعدة هنا يا ماما بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي كلي عيش يا بنتي، معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دولة ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ لا لا 25 ايه، مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة؟
على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامة يا حلوة. يا حلاوتك يا دولة في الشراني. بعدين يلا رمزي، من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دولة أنا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك انت، طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على طول. الا طب ما انا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي. هاي يا جماعة اخبار الشغل ايه؟ انت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش فاتحة. ايه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك ما تبعتهم لنا؟ طيب ابعت لك ايه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص، احنا دلوقتي في اجازة. اجازة؟ يعني ايه؟ يعني مفيش شغل ولا ايه؟ خالص. طب ومكنة التصوير بتاعتك عملت فيها ايه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنة دي؟ اشتريتها عشان أأجرها للناس الهواة اللي بيحبوا يأجروا مكنة التصوير في المواسم يعني. ايه رأيك بقى ما تأجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا كلب الباشا مات مشيت وراه كل البلد، الباشا نفسه مات ممشيش وراه ولا كلب. اطلع برا يا كلب، برا برا. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعطي فيا؟ اطلع برا لو سمحت. انت مالك؟ انت هاجي الشغل ولا مش هاجي الشغل؟ انا في يوم ما جيتش فيه الشغل. انت مالك اتاخر ولا اقفل يا رمزي؟ اقفل. ايه ده؟ فين الفطار؟ سلامة عينيك يا حبيبي، الفطار قدامك على السفرة. ده فطار، عاملين فطار لقطة. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تشوفوا شغلكم بقى. ايه يا عادل بتجعر على الصبح ليه؟ بجعر ايه بس يا ماما؟ فين الفطار؟ انت عارفة كويس قوي ان انا بحب البيض بالبسطرمة مع الفطار. ايه يا عادل؟ صبريه اصبر، اهي انعام بتحضرهولك. لسه بتحضرهولي؟ امال بتعملوا ايه بالصبح؟ يا بيبي اهدى يا بيبي، مش كده. صحتك يا حبيبي، صحتك يا بابا. الغضب قبل الفطار بيعمل تهتكات في المريء والمعده. انا بقى لو حصل اي حاجه لمعدتي هتبقى انتوا السبب يا هاني. في ايه يا عادل؟ ايه الغيغه اللي انت عاملها على الصبح دي؟ غيغه؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت اصلا؟ انت اصلا لا منك ولا كفايه شرك يا هانم. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز البيض بالبسطرمه. انا بفطر وبحب البيض بالبسطرمه مع الفطار. خلاص اهدى، اهو البيض بالبسطرمه كل. اخيرا جبتوا البيض بالبسطرمه. وايه البيض ماله ليه ده والبيض ايه ده وعاملاه كمان في عيش شامي يا ماما. يا ماما انت عارفه يا ماما ان انا بحب العيش الفينو من ايام المدرسه، وانا بحب العيش الفينو الصغير اللي انت كنت. بصوا انا مش واكل، انا مش واكل انا ماشي. سلام عليكم. انا مش فاهمه كلامه خالص. هو في ايه كده ليه؟ انت عزفت يا رمزي؟ يا دولة ما نظفش البازار ليه؟ انا نظفته يا عم. هو يا عم نظفته يا عم؟ امال ايه التراب ده؟ ها ها، قصدي التراب ده. فين التراب؟ فين التراب؟ قلت لك يا دولة. ايه يا دولة مالك؟ فين ال انا مش قايل لك رص الحاجات دي امبارح بالليل ما رصتهاش ليه؟ يا عم انا برصها اهو. يا عم برصها اهو ايه؟ وانا ما اطلبش منك حاجه وتعملها في ساعتها ابدا؟ ساعتها كنت نايم بقى يا دولة بقى. طيب والتمثال ده ايه اللي حاطه هنا على المكتب؟ سبحان الله، انت مش انت يا دولة امبارح بالليل اللي قلت لي حطه هنا؟ انت تنسى كده دايما. او انا اقول لك حاجه تعملها؟ انت مالكش شخصيه ابدا. ايه؟ طب قول لي بقى دلوقتي، انا نفذ الكلام اللي انت بتقوله لي ولا ما نفذوش؟ يا عم بقى حيرتني. حيرتك؟ انا حيرتك؟ يا دولة والله العظيم بقى. يا عم اهدى كده، اهدى يا عم كده، يا الواحد واخد من الدنيا حاجه. اهدى كده واصل مراوحك تتكسر. يا بارد بارد، يا ريتني عندي عشر برودك ده. ايه يا دولة بس كده؟ انت يا عم اليومين دولت اعصابك كده مرهفة ونفسيتك ملفقة منك يا دولة. احكي لي ايه اللي تعبك؟ احكي لك؟ احكي لك انت هتصاحبني ولا ايه؟ ايوه دولة، احنا مش ولد عم يا دولة. ما تقوليش ابن عمي، ده شايفني متنرفز ما تقوليش ابن عمي. المهم سألت على المخزن،
اللي احنا هنخزن فيه البضاعه اللي هتيجي دي ولا لا؟ اسكت يا دوله اسكت، الاسعار مفرفره في الهوا، دي اقل مخزن يا دوله ب 3000 جنيه. يخرب بيتك انت فرحان، امال هنعمل ايه في البضاعه اللي جايه هنخزنها فين؟ بص يا دوله بقى، الفكره دي انت يعني احسن حل، يعني انت تحط التماثيل دي عندك في تحت بير السلم في العماره وتربطهم بجلازيك. وانا بركن عجله تماثيل يا ابني، تماثيل تتسرق. طب هنعمل ايه؟ طيب ادوله، بس 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 انا ما عنديش غير حل واحد، اخزنهم عندي في البيت. يا عم انت عندك في البيت، انت تسرح بيا، دي مدروزه بشر. وايه المشكله يعني؟ اي اتنين اطلعهم واحط مكانهم التماثيل لغايه ما يتباعوا. يتباعوا؟ ايه ده، هتبيع اتنين من اهلك يا دوله؟ هبيع اتنين من ايه يا غبي؟ يا غبي، لغايه ما التماثيل هم اللي يتباعوا. طب ما دوله يا دوله برضو هيقفوا لك بالمرصاد وهيعندوا معاك وهيرفضوا هيرفضوا هيرفضوا. انت بتتنرفز عليا يا اد ولا ايه؟ مين اللي يقدر يرفض؟ انا ما ينفعش حد في البيت ده يكسر لي كلمه ابدا. صح دوله، هم فعلا ما ينفعش يكسروا لك كلمه، بس ممكن يكسروا لك التماثيل يا فالح. ساعتها بقى هيشوفوا الوش التاني. وش التاني ليه يا دولة؟ وانت براسين؟ لو حد بس منهم كسر لي كلمة يا ويلو يا سواد ليلو. ايوه دولة كده، انا بحبك كده، خشونتك ورجولتك في المواقف السهلة دي، اديها ما ترحمهاش. اللي كسر لي كلمة يا ويلو يا سواد ليلو. آه يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. دولة انا هروح اجيب لك فطار. يعني ايه؟ يعني انا كلمتي ما بتتسمعش في البيت ده؟ لا يا روحي، يعني اذا اردت ان تطاع امر بما لا يستطاع. امر بما لا يستطاع؟ انت اساسا بتقوليها غلط صراحه بقى، انت يا هاني من اللي لا تستطاعي. لا لا عادل كده جميل، يعني تحكماتك دي زادت قوي. والله من حكم في بيته فما ظلم. احكم يا عادل بس بالعقل وبالاصول، مش معقول تطردنا كلنا عشان تماثيل. يمكن هيأجر الشقه يا ماما فروش للتماثيل. يا فروش الترياق الترياق. طب ايه رايك بقى ان التماثيل دي هتتحط في اوضتك وانت تفرشي ان هو لا اما في الصاله لا اما في المنور؟ ايه اخس عليك يا عادل بقى، عاوز تقعدنا احنا في المنور ولا في الصاله؟ تبيع اختك وامك عشان تماثيل؟ التماثيل دي هي اللي هجيب لنا فلوس. لا 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 انا مش قادر افهم، انت هتفضل تجري تعايرنا على طول؟ اعايركم بايه؟ انا مش بعايركم، انا بقول لكم الواقع، الفلوس اللي انا بجيبها اللي بصرفها عليكم. لا مش معقول ابدا كده، انت كل شويه تقعد تفكرنا مش كفايه قوي ان احنا قاعدين منكمشين في بيت واحد وكلنا فوق بعض؟ لا 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 ومستحملينك وانت اوفر كده. اوفر؟ حلو قوي كده، بقى يبقى جيم اوفر على راي الشاعر الاغريقي اللي قال جنت على نفسها حماتي. ده بس ممكن تبطل فتي، ممكن تبطل فتي لو سمحت، لان الشعر اساسا الاغريقي اللي انت بتتكلم عنه عازب مش متجوز. اهو عازب بقى مش متجوز، متجوز انا كلامي يتسمع وخلاص. التماثيل هتيجي وهتتحط في البيت كله، وانتوا بالنسبه لكم تفرشوا وتناموا هنا في الصاله. ايه 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 بتقولوا حاجه ولا ايه؟ مش فاهمه. اه بحث. بطلب منكم شوية تسامح، وليه ما نخصصش يوم للتسامح ونسميه يوم التسامح المصري الجميل، ويبقى تحت شعار لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك. لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك، ايه كلام الهزو ده؟ يبقى كده الواحد يبقى راجل هزو. ولسه معاكم وبرنامجكم انا في الضياع، وبنستقبل تليفوناتكم على 0550 77 3. طب والله لا اكلمك ونشوف ايه الحكايه دي. مشغول هرب من المواجهه الجبان. الو مين معايا؟ انا حسام المنيري. عم حسام، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وايه الشعار اللي انت عايز تقوله اللي هو بتاع لو حد خدك على قفاك سيبه وبتاع؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ واضح ان موقفك في الحياه مختلف عن مبدانا في البرنامج، لكن ده يحفزني اني اتناقش معاك وافتح معاك حوار. قوي قوي، افتح الحوار اللي انت عايزه، ايه بقى وجهه نظرك يعني؟ واضح ان حضرتك عصبي، هو حضرتك متجوز؟ يا سيدي متجوز. وسعيد في حياتك الزوجيه؟ لا
مش عارف. يظهر انك تعبان، انا عايزك تريح نفسك خالص وتعتبرني كأخ. هي تعباك في ايه؟ هي مش هي، هما. هو حضرتك عايش مع اتنين؟ يا ريت. تلاتة؟ يا ريت. أربعة؟ يا أستاذ ما كانش ده يبقى حالي. بس أكتر من كده هتتعرض لمساءلة قانونية. لا حضرتك فاهم غلط، أنا مش مج... يعني حضرتك أنا عايش مع ستة. ستة؟ افهم يا حس، بس المشكلة مش في ثناء أختي ولا في رانيا مراتي ولا في ماما ولا في حماتي. هم بص هم كلهم شغالين وكويسين. امال ايه مشكلتك يا دولة طالما انهم طيبين ومريحينك؟ المشكله حس بجد بقى ان الحاجه ما بتتنفذش من اول مره، لازم ازعق واشخط عشان ينفذوا اللي انا بطلبه منهم. كل الستات عموما لازم تخش لهم من المدخل العاطفي، هتلاقيهم بينفذوا امرك من تلقاء نفسهم. ايوه حس، ما انا خايف برضه امشي في الطريق العاطفي ده فلاقيه كله مطبق. عيب يا عدولة، اسأل مذيع ولا تسألش طبيب. ماشي حس، عموما دي فرصة سعيدة قوي وانا هحاول اعمل بالنصيحة بتاعتك. ماما يا ماما ماما، ما شفتيش البلوزة الصفرة بتاعتي يا ماما؟ يا ابيض الحقوني يا جماعة الحقوني. ايه في ايه رانيا؟ مخزون البسطرمة اللي في التلاجة خلص وقادر يصحى دلوقتي عشان يروح الشغل، لو عرف هيخرب بيوتنا. انا ماليش دعوة، انتوا جواز واحرار مع بعض. انتوا خايفين منه كده ليه يا جماعة؟ قولوا له ببساطة البسطرمة خلصت. اه ايه هياكلكم ما بدلها ولا ايه؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الجمال، صباح الصباح. صباح النور. صباح الخير يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا، يا ست الحبايب، يا حبيبة. فعلا فايزة كان عندها حق. صباح الخير يا حماتي، يا اجمل حما في الدنيا على فكرة. اسماعيل ياسين ابدا ما كانش عنده حق اما كان بيقول حماتي قنبلة ذرية، بالعكس حماتي ملاك. صباح الخير يا احلى حما، خلفتيلي احلى مراتي في الدنيا. يعني ايه؟ يعني طبعا يا حبيبتي انت اجمل واحده في الدنيا. عمري ما كنت اتمنى في وقت من الاوقات ان انا اتجوز واحده في جمالك وفي حلاوتك وفي رقتك. صباح الخير يا رانيا. ايه ده؟ ايه الرضا ده كله؟ صباح الخير يا سناء، يا حبيبتي، يا أختي، يا جميلة. يعني التعليم، يعني التربية والتعليم، يعني الأخت مدرسة، ويا سلام لو تجريبية، يعني مصاريف زيادة وأزية وقلق، وتعتبري سفيرة إبليس في هذا البيت. يا سلام يا سلام على السعادة، يا سلام على الاستباحة الحلوة في البيت السعيد اللي أنا عايش فيه. عادل اسكت يا عادل، مش مفيش بسطرمه، ورانيا نسيت تجيب لك بسطرمه، يعني طنشتك، يعني ما اشتريت لكش بسطرمه. عادي جدا، مراتي حبيبتي ونسيت تجيب البسطرمه، ايه المشكله؟ عادي خالص. ده كفايه بس ان مراتي حبيبتي عليها عبء ومسؤوليات كتيره جدا في البيت، يعني هحملها ايه اكتر من اللي هي فيه ده؟ ربنا يكون في عونها صراحه. والله يا عادل حاولت اعوض ببديل بروتيني اخر كشرائح السجق بالكبده الحاره، ولكن يعني فقد. يا حبيبتي ده كفايه بس كلمتك دي، من غير ما تعوضي ومن غير اي بروتين ولا اي حاجه خالص، كلمتك دي لوحديها بس يا رانيا شبعتني، هقعد عليها 5-6 ساعات كمان على ما يعني اجوع تاني. يا سلام، ربنا يكملك بعقلك يا عادل. تصور انا كنت متاكده ان زرجنت امبارح دي غزة شيطان. فعلا يا ماما عندك حق، الشيطان ده فظيع، بس كان عايز يثبتني ويغزني. رحت انا ادركت وقلت له ايه ده راح فين؟ لا دي عيلتي، دول اهلي، اوعى. الحمد لله يا عادل، الحمد لله ان لحظه الغضب دي امبارح كانت لحظه عابره. الحمد لله ان لحظه غضب امبارح كانت سحابه مصيف. سحابه مصيف يا رانيا، حرام عليكي بقى، ارحمي مكتبه اسكندريه شويه، خلي حد غيرك يستعير. أسعدنا عائلة، ما أسعدنا. هدولة طمني، أنا متغوغش. إيه بيتهم في الصالة ولا إيه؟ لا يا ابني ما بيتهمش في الصالة، بالعكس ده أنا بيتهم على كفوف الراحة.
نخيت. ايه الخه اللي انت بتقولها دي؟ وبعدين انت مالك انت سخنان قوي على بياتهم في الصاله؟ اشمعنى يعني انا اللي انام في المخزن؟ وايه المشكله يعني ما تبات في المخزن؟ هم حتى لو باتوا في الصحراء يا رمزي انت برضو هتبات في المخزن. ايه خد بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. يا دوله افهمني بقى، ما تبقاش معصلك دماغك. يا عم انا سامع ان المعلم ترسى هيشتري المخزن واشترى معاه هرمين وهيخزنهم فيه. طب والهرم الثالث يعني هيسيبه لمين؟ فرصتنا بقى دوله، فرصتنا احنا بقى نخش بتقلنا نشتري الهرم الثالث نخزنه سعره يعلى نبيع. ايوه بس احنا عمرنا ما اشتغلنا في الاهرامات قبل كده يعني، واسمع كمان الهرم ده بيبقى له عمر افتراضي زي الجبنه النست، وعمره الافتراضي 9000 سنه. بص يا رمزي انا متهيألي احنا ممكن نأجره قانون جديد احسن. يا دولا فارم عليك، احنا ممكن نأجره فعلا وبعدين نطلعه بقى في الاعياد وشم النسيم وكده نأجره للعيال. صح، دي فكره حلوه برضو. ويبقى جنب الهرم ده ممكن نجيب لنا ايه، جمالين ثلاثه على كرتونتين بقى ميه معدنيه على شويه مراجع على شويه زحاليق، ويبقى اول مولد فرعوني. ايوه يا دولا، والناس كساعتها بقى ممكن تستخدم الهرم ده كزحليقه، يعني يطلعوا فوق كده ويتزحلقوا لتحت. ايوه يتزحلقوا لتحت، ينزلوا ميتين ناخدهم نحنطهم ونتوسع بقى. يلا انا اتحمست خلاص. اتحمست. هنشتغل امتى بقى دول؟ هنشتغل على طول يا ياض. بس افتكر لو احنا اخذنا الهرم ده ممكن ننقله فين مثلا؟ عارف تفتكر ممكن ننقله فين؟ فين يا دول؟ مش عارف. متهيألي ممكن ننقله رمسيس. هم مش نقلوا تمثال رمسيس ودوه الهرم؟ شفتهم في التلفزيون. بس يبقى احنا ننقل الهرم نوديه ميدان رمسيس، يبقى ميدان رمسيس اسمه ميدان الهرم، والهرم يبقى ميدان رمسيس، بحيث اللي رايح الهرم يروح رمسيس واللي رايح رمسيس يروح، يعني ندخل القاهره في الجيزه. صح يا دول. طب ايه رايك بقى ما دام سخنت يعني ما نشيل مع ابو الهول؟ لا 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 لا، ابو الهول مناخيره مكسوره ما يجيبش حاجه. لا لا لا، المهم بص يا رمسي. اسمع مني يا دول. يا عم اسمع انت كلامي، انا فاهم بقول لك ايه، انا راجل دماغي كلها عارف بيزنس يعني. ها الطلبات دي عايزك تروح تجيبها وتجيلي بسرعه. حاضر يا دول. عينيا. هجيبها بقى منين؟ هتجيبها من الهرم. قصدك رمسيس يعني؟ هوا فرق. لا يلا رمسيس ولا هو احنا اشتريناه لسه؟ يخرب بيتك. واو، هقد بلاستيكي مرصع بالبلورات الزجاجيه وفتافيت الاحجار الاوتوماتيكيه. يا نهار ابيض، انا حاسس يا حبيبتي ان انا متجوز موجهه فيزياء. بيبي انا بدات احس ان انت بقيت رومانسي جدا، انا حاسه ان انا عايشه مع تامر حسني في البيت. تامر حسني ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بصي يا رانيا، ده حاجه بسيطه جدا بس عشان اعبر لك بيها عن حبي، واعبر لك قد ايه ان انا مقدر تعبك في البيت هنا. ميرسي. السلام عليكم. ازيك يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه. ازيك انت يا حبيبي؟ بص يا ماما، ايه رايك بقى في العبايه دي؟ حلوه قوي قوي قوي، بس مش دي كبيره على رانيا؟ لا رانيا ايه يا ماما، انا جايبها لك انت يا ست الكل يا ست الحبايب يا حبيبه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا. هو النهارده عيد الام؟ وانا مستني يعني عيد الام عشان اعبر لك عن حبي ليكي يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ انت عارفه بجد انا بحبك، بحبك جدا يا ماما. وانا بحبك قوي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. عارف لو طلبت عينيا اطلعهم كده واديهم لك. يعني احنا مش عايزين نستعجل الامور، بس عموما مش هتوصل للعينين. يعني كل اللي انا اقدر اقوله لك اني بحبك يا ماما، وخصوصا ان انت اول كلمه نطقها لساني. اول بس؟ لا تاني كلمة، أول كلمة كانت واء، تاني كلمة ماما ماما ماما. كوتي 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 كوتي. واو مش معقول يا عادل، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ده البارفان بتاعي، أنا عايز أعرف إزاي عرفت إن أنا بستعمل البارفان ده؟ حماتي انت بس عشان تعرفي ان انا بحبك، انا جيت من وراكي وخدت علبه فاضيه من علب البارفان بتاعتك ورحت مليتها من المستودع. الله. يا سلام على السعادة اللي الواحد فيها، فعلا مفيش أجمل من بيت الواحد وهو قاعد في وسط أهله، مراته اللي بتحبه وأمه اللي بتحبه وبتدعيله وحماته اللي بتحطيله أحلى برفان. يا سلام، أنا قلبي دليلي قلبي هتحبي يا وليلة. ربنا يا حبيبي يديم عليك السعادة والهنا. عادل بجد بجد يعني أنت بقيت تري جنتيل. مرسي قوي يا حماتي، ربنا يخليكي ليا.
شفت يا بيبي لما قدرت تكبح كباح غضبك الدنيا بقت لطيف، لما بتقدر تمسك انفعالاتك الدنيا تبقى ألطف وفي سعادة فظيعة. طبعا طبعا يا حبيبتي طبعا، يعني انا عارفة اكتر حاجة عجباني فيكي نطقك للكلام صراحة يعني. ايه ده الباب بيخبط، اقوم افتح؟ لا 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 اوعى تتحرك، انا اللي هقوم افتح. معقولة يا حماتي؟ مش عارف ذوق حضرتك ده والله. يا حبيبي لا انت ما تتعبش نفسك ابدا ابدا ابدا، كلك تريجونتي بجد. السلام عليكم، ازيك خالت مراني؟ عادل موجود؟ اه. دولا دولا الحقنا دولا، روحنا في داهيه روحنا في داهيه. ايه روحنا في داهيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ البضاعه ام 20000 جنيه اللي احنا كنا متفقين عليها وصلت دلوقتي. طيب وايه المشكله لما توصل دلوقتي؟ ايه اللي يودينا في داهيه؟ ما تخزنها في المخزن. ما المصيبه دولا ان المعلم ترسى راح وادى 1000 جنيه زياده لصاحب المخزن اللي كنا هناخده، وراح خزن فيه الهرمين بتوعه. ربي لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. هو في ايه بس يا عادل؟ بضاعه بضاعه ما لا يقل عن 20000 جنيه مصري فقط لا غير، معرضه لاسوا حالات الطقس، معرضه للمطر تمطر عليها تبوش. انت بتقول فيها دوله؟ دي منظرها يصعب على الكافر يا رجالة. اللي يحك فيها بقى واللي يخبط مركونة قدام باب البازار في الشارع، والعيال يا دولة العيال بيلقفوا التماثيل لبعض، الخسائر وصلت 1500 تمثال. كفاية كفاية كفاية. تماسك يا عادل تماسك يا حبيبي، ربنا يخليك. تماسك ايه؟ بضاعة بعشرين ألف جنيه بيقول لك بيلعبوها البعض، بيلعبوا بيها صيادين السمك في الشارع. أعمل إيه؟ أنا مش مهم، أنا مش مهم إن أنا اتمرمط، أنا اتعودت على المرمطة، لكن أنتوا أنتوا ذنبكوا إيه؟ معلش يا عادل، كل مشكلة ولها حل يا حبيبي. أيوة أيوة يا عادل، كل مشكلة ليها حل، بس هي إيه المشكلة؟ المشكلة؟ أنتِ مش فاهمة؟ يا نهار أسود، يا نهار، مشكلة بضاعة ب 20000 جنيه بايتة في الشارع لوحدي. خلاص خلاص يا بيبي، أنا على استعداد إن أنا أبات هنا في الصالة وتنيم أنت البضاعة على السرير جوه في الأوضة. لا لا، أنا لا ممكن أشردك أبداً. لا بقى ابني ما يباتش في الصالة، أنا أمه ولازم أضحي، أنا اللي هبات في الصالة. لا لا لا، أنا اللي هبات في الصالة. لا أنا اللي هبات في الصالة. لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا 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 أنا. هيا يا رمزي، الفاكس جه. خلاص فضيت البيت عندي وبقى مستعد لاستقبال البضاعه كلها. اهو يا دول الفاكس، وبس في مشكله صغنططه. ايه المشكله الصغيره؟ ان هو مكتوب بالعربي. يا سلام، وانت ثقافتك انجليزي؟ هات يا ابني. يس. لا ما مش وقت، انت شايفني اساسا قلقان عشانه. ها يا نهار اسود. ايه يا دول؟ الطلبيه بتاعت التماثيل اتلغت. ما تتلغي يا عم، احنا خسرانين حاجه ولا دفعنا ولا اي حاجه، هم الخسرانين. ايوه ما احنا ما دفعناش عربون ولا حاجه، بس انا خسران الهدايا اللي انا جبتها لهم في البيت دي كلها. بص بقى يا دول، اسيبك بقى من الحاجات دي كلها، انت فرصتك في اللي جاي في نقل الهرم، وانا خلاص بقى ربطت لك على ونش، ما ترجعش في كلامك كل مره. الهرم. والله تصدق فكره، بس لا سيبك من الهرم، انا بفكر في حاجه ثانيه خالص يا رمزي، انا بفكر ان احنا ننقل الاقصر. الاقصر حلوه دي يا دولا، ننقلها بالسياح. ايوه وبرضه منها نشغل البازار عندنا هنا. يلا كوبري قصر النيل نفسه، ناخد الاربع اسود اللي عليه دول، ها نوديهم بقى جنينه الحيوانات. يلا مع اصحابهم بقى ومع اخواتهم. ايوه صح دول، ونقوم بقى جايبين القناطر حاطينها فوق الكوبري. ايه الظلم ده؟ ده ظلم ده، انا تعبت معاكم في العمليه دي، انا عايز عائق. عرق ايه يا عمش؟ في ايه؟ وبعدين انت لا عرقت ولا جريت ولا عملت حاجه، وبعدين محل الكشري اللي سرقناه كان فيه تكييف. صح كده، انت كبيرك معانا يا عمش 20 جنيه والباقي يتقسم على الثلاثه بالتساوي. نعم يا اخويا. انت كمان؟ لا يا حبيبي، قسمه الحق بقى على اتنين، انا ومنافسته. منافسته ده ظالم. ما تقلقش، احنا مش هنديله فرصه ياكل حقنا. اوكوي
في جرا كهربا، حقك اللي بتدور عليه. احنا من قبل ما نخرج من المحل انت واخد حقك تالت ومتلت، واخد المروحه، واخد التلفزيون، واخد تلاجه الحلو. تتكلم يا عم شمار. لا مؤاخذه كبير، يعني انت هتاكل حقنا يعني؟ لا مؤاخذه في الكلمه. حقك يا عم نعمش، ده احنا مشغلينك نادورجي بواسطة من ابن خالك اللي هو لاعرك، صح ولا غلط؟ عمر البلد دي ما يتصلح حالها ابدا طول ما فيها داء الواسطة ده. جريات انت هتتكلم في السياسة؟ يعني مش هتدينا فلوس لمؤاخذة يا كبير؟ احنا دلوقتي يا اخواننا متراقبين والعين علينا، انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ ده واخديننا غلاف في اول صفحة من اخبار الجريمة. الله. طب والعمل؟ العمل بقى ان احنا نكن لغايه ما الامور تهدى، بس نكن فين؟ هي دي القضيه. طب ما نكن في الواقع يا معلم. المعلم هنا ده انا هنا اهو. الواقع متراقب وكل المكن متراقبه. احنا عاملين عمليه كبيره قوي يا اخواننا، سرقه محل كشري، يعني قضيه امن غذائي. والامن وانا طب احنا هنشوفك ازاي بقى؟ انتوا مش هتشوفوني دلوقتي. انا لازم اكن الاول في حتة امان محدش يعرفها خالص، وبعد ما اطمن ان الامور هديت موبايلات اكلمكم تيجي تقابلوني عند البيت جيجي الهابلة. ها ناخد مزاجنا وواجبنا ونقسم تقسيمنا. قشطة قشطة يا معلم. تاكلوا انتوا على الله وانا هسرسب وراكم. ماشي يلا. سلام عليكم. سلام. يلا يعمش. يا نهار اسود يعمش يعمش. ايوه انا شايف يا سيدي في ايه. سلام يا معلم. سلام يا سيدي. ومختار انا نادورجي. ها بدر. نعم استاذ. حسابنا كام؟ 9 جنيه وربع. 9 جنيه وربع؟ ليه 9 جنيه وربع؟ فين حتة؟ حتة بيتجوز النهارده. بيتجوز؟ اه وانتوا بقى بتلموا له النقطة. حاجة زي كده. 9 جنيه وربع ليه؟ ما أصل أنا دول شربت النهارده يعني 5 كوكتيل. 5 كوكتيل؟ ماشي أنت حسابك معايا بعدين. خد يا بدر. أدي 10 جنيه أهي. ماشي؟ وخلي يا عم الباقي عشان لما أجي أطلب مرة تانية. لا هات الباقي. يلا يلا. كوكتيل؟ أول. تعرف يا دي يا رمزي تطلب كوكتيل تاني هعمل فيك ايه؟ همنع عنك السوائل. بس انا بحبه يا دولة. انا مالي وما قصة الحب اللي بينك وبين الكوكتيل؟ هو انا جنة فواكه؟ ماشي يا دولة. مهم انا اتكل على الله دلوقتي اطلع على الحرانية، في طلبية تماثيل جديدة جاية، مش عايز اي غباوة خالص النهاردة يا رمزي. ها تقفل المحل وتخلي بالك كويس وتفتح عينيك، فاهم ولا لا؟ ماشي يا دولة. طب مدام هقفل المحل يا دولة افتح عينيا ليه؟ انا ينفع واربها بس؟ ولا مش عايز غباء، مش عايز غباء. انا ماشي انا واخدها دولة والله علشان تسلم لي على الخمسة الاولانيين، وبعدين اصلا ده كل 5 عليهم واحدة هدية يا دولة. بالهنا والشفا حبيبي، مطرح ما يسري يسري، ان ما كانش ده يديك تخن يديك قوة. ربنا يخليك يا دولة، يعني انت مش زعلان مني؟ وازعل ليه؟ وانا جنة فواكه اضرب اضرب. ربنا يخليك ليه يا دولة يا رب. بس انت ما قلتليش يا دولة، يعني انت ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش قلتلي انا رايح الحرانية يا رمزي ومش راجع الا بالليل. ها ما انا اصلي لقيت يعني السكه زحمه فقلت ااجل المصلحه لبعدين. احسن وريح يا عم شويه. انت طول عمرك شغال خدت ايه يعني في حياتك؟ انما ما قلتليش يا دولة الشنطه دي بتاعت مين؟ ها إيه انت جايبها لياسمين بنتك ولا ايه؟ ياسمين بنتي ولا سناء اختك؟ سناء اختي. ولا ممكن تبقى رانيا مراتك، او ما تكونش انعام امك، او مجيدة مثلا حماتك. ده انت نقطة. ومين كمان؟ ده دول ما خلاص خلصوا كده. ودي الخزنة. اه مفتوحة كمان. ده ايه الحلاوة دي؟
وفيها فلوس كمان. فلوس. يا سلام يا سلام يا سلام. طب وانا دولت انت؟ انا عينيا ليك. اتفضل خد. هتديني بجد؟ امال ايه؟ خد 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 يا سيدي. ايه ده؟ عرقك. كل ده دولة من غير خصم كمان؟ ربنا يخليك ليا يا دولة يا رب. والله انت اتغيرت يا دولة وبقيت احسن واللبس اتغير وطريقتك كده. ربنا يخليك يا دولة يا رب. قال لي قول لي يا ايه يا دولة؟ هو انا ساكن فين امال؟ عادل الحمد لله على السلامة يا حبيبي. امال فين مفاتيحك؟ انت جيت بدري كده ليه؟ ها؟ سنتي ليكي وحشة يعني وحشتيني فقلت اجي بدري. وحشتك؟ دي أول مرة تقولها لي من ساعة ما اتجوزنا. بعدين ماله شعرك يا حبيبي طول كده ليه؟ طول إيه؟ ما أنا طول عمري مشعر. لبس الكاجوال ده أول مرة تلبسه؟ لا أنا أصلي كنت معدي من قدام فاترينا فلقيت بقى اللبس ده كله موجود على الملكان فقلت هو ده اللبس اللي يشرفك. هو النيو لوك يعني. عادل يا حبيبي جبت لي الجبنة الإسطنبولي اللي أنا وصيتك عليها. إسطنبولك إزاي يعني؟ إيه الشنطة دي؟ دي حاجة ما تخصكيش أنت عدم المؤاخذة يا حاجة. يسمع من بقك ربنا. مش أنا قلت لك لو حججت أمك هتخش الجنة على طول؟ يعني دي أمه. أنت شرفت. أهلا وسهلا. جيت بدوشتك وقرفك طول عمرك مزعج وخنيق ومقرف كمان. ايه الولية القبيحة دي؟ بطل بتقول ايه يا عادل؟ سمعاك. بطل بقى الغل اللي فيك ده. بطل تتكلم على جوه اتكلم على ولا اقول لك اسكت خالص. انا داخله اريح ساعة ساعتين ما اسمعش صوتك. انت هترد؟ طب رد رد بقى يا عادل. حاضر حاضر حضرتك. حاضر حضرتك اللي تشوفيه. حاضر. وايه الادب اللي هل عليك فجأة ده؟ لما طولك اروح. وان ما طلتش الروح هتعمل ايه يعني يا عادل؟ هيحصل ايه يعني يا عادل؟ ايه ايه يا سناء ايه؟ حرام عليك. عيب كده. ده اخوكي وراجل البيت. اخوها تكون في عونك يا ابني. عموما انا هخش جوه رايح في الاوضه شويه ها عشان عندي مشوار مهم بعد كده. هو يعني إيه بيبي تحب تتعشى ايه؟ اعمل لك بيتزا مشروم. مشروم ايه واحنا قاعدين على البلاش؟ لا الكلام بقى يبقى على عكوتين كرعين حتة ليا مش هوصيكي. طب والحلو؟ حلو زلابيا زلابيا. اوعى رجلك. لقيت النوم فيه نمار. ايه المصاصه اللي بتنور دي؟ مصاصه كشاف يعني. حلوه برضك. دي تنفع للحرمايه الصغيرين. دي في سنه كام يا اموره؟ انت مش عارف؟ لا انا عارف بس بختبرك يعني بشوفك انت عارفه ولا لا برضك. في تانيه ابتدائي. تانيه ابتدائي. براوة عليكي براوة عليكي. وانا راجع بعد ما اروح مشوار وارجع اجيب لك المصاصه اللي بتنور دي ام كشاف واجيب لك كمان طفاشة. والنهاردة اديكي اول درس في ازاي تستعملي الطفاشة. ماشي. الفلوس دلوقتي في مكنة تمام. ولا الجن الازرق يعرف لها طريق ولا العيال اللي معايا حتى. اهم حاجة بس انت تجهز لنا بقى هجرة الورق بتاع السفر. احسبها على مهلك اخويا منافستو. انت هنا في بلدك وبلدك اولى بيك. معاك مفتاح الخريطه بتاعتها يعني ممكن تنط على الدرج الصح. لكن في الغربه العشم هياكل عينيك. هتعرف الدرج المليان من الدرج الصح ازاي؟ عدم المؤاخذه بقى هجره الحرام الشاطر شاطر في اي حته. السرقه دي لغه عالميه. طب والرجاله هتجيب رجاله منين؟ يعني هتجيب واحد زي كهربا ده ازاي
ولا عيل زي اعمش ولا عيل زي طفاشه، ده هجيبهم ازاي؟ ده عيال بروفيشنال يا عم. بروفيشنال ايه؟ العيال دي خلاص القرش جري في ايديهم وابتدوا يتنططوا عليا، عايزين الروس تتساوى، تخيل هجرة، عايزين ياخدوا نفس النفحة بتاعتي، ده يرضيك بردك. لا انا مش مقتنع بكلامك يا منافستو، مش عارف يعني شامم ريحة غدر كده، مش يعني عموما مالكش فيه انت بقى هجرة، انت كل ما عليك انك انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص، لكن هتقول غدر ولا مش غدر دي شؤون داخلية للعصابة، انت مسؤول الشؤون الخارجية للعصابة، يعني تجهز لي فيسا مضروبة لكوبا. فيسا مضروبة لكوبا؟ مش معنى كوبا؟ كوبا يا نهار اسوح، اغير مسار حياتي بقى، اروح هناك كوبا بقى وادور الفلوس في المخدرات. مخدرات ايه؟ هي كوبا ناقصه مخدرات؟ دي كوبا بتبيع المخدرات في السوبر ماركت دلوقتي. اه والله، يعني انت ممكن تخش السوبر ماركت في كوبا دي وتقول له هات تمن مخدرات وربع زيتون يديهم لك على طول. لا راجل. ايوه بس بالكوبي. بص مالكش انت برضك في الموضوع ده، انت تخلص لي الطلب اللي انا بطلبه منك، فيسا مضروبه، ها اسمع الكلام، وتخلص لي كمان تذكره الطيران، وتقول لي عرقك قد ايه وانا عينيا ليك برضك يا هجره. ايه ده كف؟ ما ينفعش ناقص صباع ولا دوفر؟ بس انت بتضغط عليا كده يا هجره، ما كنتش عامل حسابي برضك. انا بضغط عليك يا راجل، حرام عليك، ده انت واكل الليله كلها في جيبك، واكل تمن عرقي وتمن سكوتي وتمن بعت الرجاله اللي وقفوا جنبي في شدتي، دول رجاله بصحيح. يا سلام اصيل انت هجره، عامل حساب برضك للعيش والملح، ايه الحلاوه دي؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت كده محسساني ان في مصيبه حصلت. مصيبه؟ دي كارثه يا مامي، عادل جوزي ابو بنتي طلع مجرم عتيد في الاجرام. اوعي تقولي لي اكيد اتجوز عليك. لا طبعا، عادل بقى وش اجرام، بقى عضو فاسد في المجتمع. عادل سرق يا مامي. او ماي جاد، دونت تيل مي، سرق الشبكه بتاعتك. اكيد 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 امه هي اللي وزعها. لا يا مامي، عادل بقى مجرم بجد وبحقه حقيقي، ده بقى رئيس اداره عصابه كبيره جدا، واصلا ما اسموش عادل، اسمه حوده منافسته، وصورته في الجنان وهو بيسرق والفلوس معاه. او ماي جاد او ماي جاد. لا اسمعي، احنا لازم نبلغ عنه. لا نبلغ عنه ايه يا مامي؟ عادل جوزي، ولازم اقف جنبه عشان اساعده واصلحه، ده دوري كزوجه. يا جدعان انا عملت اللي عليا وبلغتكم اللي حصل. اه يا منافستو الكلب، هنعمل ايه يا رجاله؟ الضرب ولعوه على عينه، انا خلبان انا خلبان. اه لو اعرف هو مخبي الفلوس فين. عموما يا جدعان الكسكره بتاعته معايا. الكسكره، كسكره السفر، يعني مش هيقدر يغادر البلاد. اصيل يا هجره، يا هجره اصيل، ما تغنيهالي اصيل يا شو فرح. قصدي انا على بيت بس. اهدى اهدى اهدى، يعني عايزنا نسيبه بعد ما وقف ايدينا؟ شايفينه دخل علينا ازاي من غير ما يسلم علينا؟ ايه خلاص يعني اتعمى؟ انا عندي فكره يا جماعه. احنا نقطره ونمشي وراه، هنعرف مكانه فين ونعرف مكان الفلوس. ايه؟ ها؟ لا ولا حاجة. على فكرة بقى الشنطة اللي انت بتدور عليها انا خلصت منها. خلصت منها؟ ده انا اللي هخلص منك يا بيت، الشنطة فين لمصلحتي؟ انا اللي عملت كده عشان مصلحتك. ها؟ انت دايما تربي بنتك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ يعني انت دلوقتي لما كنت طفل في عمر النشأ ترضى ان ابوك يصرف عليك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ انا اصلا اللي كنت بصرف على ابويا بفلوس حرام، مالك؟ كسود ومهبب؟ يعني انت من صغرك بتسرق يا عادل؟ يا نهار اسود، يعني انت لما كنت عيل صغير كنت بتسرق زمايلك في الفصل وتاخد منهم الشوكولاته والبونبوني؟ ها؟ فصل يا ام فصل، فصل يا بت. وبعدين انا عايز اخلص النهارده من الفصل اللي انا فيه ده، الشنطه لو ما طلعتش هتتقطعي يا بت، هتتقطعي، فاهمه ولا لا؟ لعلمك بقى انا ممكن اوسع دايره الحوار بينك واخلي كل اللي في البيت يعرف انت عملت ايه يا عادل. ها؟ يا ياسمين ازيك؟ بابا جبت لي المصاصه ام كشاف. ايه ام كشاف دي غير ام ميرفت؟ بابا مصاصه بتنور. بتنور ايه بس يا ياسمين؟ وانا ناقص كهربا، انا فاتوره الكهربا الشهر اللي فات دبحتني. بلاش، طب فين الطفاشه البلاستيك؟ طفاشه بلاستيك؟ ايه هتطفشي حصاله ولا ايه؟
بابا انت مش مركز خالص. انا فعلا مش مركز خالص، انا جاي من بره اصلي عايز ادخل الحمام، هخرج من الحمام مركز خلاص. ياسمين قلت لك 100 مره ما تفتحيش التلفزيون الا ما تخلصي الواجب بتاعك. هتقب بالفلوس ولا لا يا بت؟ لا. انت فكرك يعني ان انا مش هعرف امسكك من ورا الكنبه دي؟ طب انا هقلب البيت ده بقى عليه وطيل لغايه اما الشنطه دي تظهر وانا افرجك. ايه يا دون اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين بتقلب عندك بتعمل ايه؟ اسكت انت يا جزمه. جزمه؟ انا جزمه؟ جزمه على نافوخك يا بعيد. تعالى هنا. مين دي اللي جزمه يا بنت؟ مفيش حد قادر عليك ولا ايه؟ تعالي بقى. بتعمله ده؟ اصبر يا وليه، دور الجاي. منافستو موجود يا عموره. منافستو مين؟ منافستو ايه؟ منافستو. طب دي عيله صغيره دي، عارف طريق منين العيال دي؟ منافستو مين؟ منافستو ايه؟ منافستو مش كده؟ بس قولوا له خش انت وهي جوه. خش جوه معاها يا بنت، خش جوه. بقول لك ايه يا جماعه، في ايه؟ ما بتفتحش الباب ليه؟ عادل رايح عندك. هو انت السبب يا بنت؟ فين الفلوس بدل ما اقطع لك؟ يا عادل انت اتجننت. تعالي يا عادل، تعالي من الافلام ده. تعالي بقول لك مش عايز كلام. خش جوه هنا، خش كريم يا بنت. يا جماعه مفيش حد يفتح الباب ده، معقوله محدش سامع خالص الخبط ده؟ ده هيكسروا الباب. ايوه منافستو. والله وقعت يا منافستو. امسكوه. منافستو مين حضرتك؟ انا استقبل ولا ايه يا منافستو؟ اهلا بالفلوس بدل ما نقطه بيك. فلوس ايه؟ مين منافستو؟ انا مش منافستو. انت هتعيش في دور المستعبطه. اعلى بالفلوس واخلص. دولا حبيبي، دولا انا جاي اعترف لك ان ضربت 2 كوكتيل كمان عشان ما تتفاجئش بالحساب يا دولا. ما هي المصايب كلها بتيجي مره واحده. اوعى ولا يمكن على جنب هذا انت. هلا دولا، هم مين دول؟ اصحابك دول؟ دولا ولا ايه؟ اصحابي مين يا غير؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ اوعى مره. هتثبت بقى يا انت بقى. هروح انا دولا اشوف ايه الحكايه وخليك انت مع اصحابك. يا لا يا بنت انت، وايه وايه يا بنت؟ ما تهبطوا. ما بس يا بنت. مامي يا مامي. ايه ده دول؟ بتلعبوا عسكر وحراميه؟ ولا غور من وشها، مش ناقصك. اتكل على الله، انا عايز باب المطار. اتكل انت بدول العب معاكوا النبي. اتكل ياض بدل ما اقطع لك رقبتك. وبعدين عادل علي، ممكن اقول حاجه؟ يا عادل يا حبيبي، تعمل كده في مراتك حبيبتك عشان الفلوس؟ في الداهيه الفلوس. ده مش هعمل كده في مراتي بس، ده في مرات عمي كمان. اهبط انت وايه يا بيت. رمز في ايه؟ في ايه؟ لقيتك جوه يا دولا، مرفعهم بالسكينه وقلت لها انا عايز طياره تاخدني. انا عايز مصيبه تاخدك يا رمز واخلص منك. هجره. ايوه شوف ايه اللي بيحصل جوه. وجب يا اخي، اثبت بقى يا اخي. عرفت طريق منين يا هجره؟ انت اياد جوالك ايه يا هجره؟ انت واقف متنح عندك ليه انت واخر؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عمش، امسكه كويس لحد ما اشوف جوه في ايه. اوه عشان انا بدات اقلق كده. اقف يا اخويا اقف. عايز تهرب مني انا؟ ده انت ايامك سودا. عايز تهرب من اكبر نضوج في عصابات مصر تما؟ فاكر يالا؟ فاكر عمليه سد الحلق ولا مش فاكرها؟ ولا تحب افكرك يالا؟ كده يا دولا كده تتفسح مع اصحابك وما تاخدنيش معاك؟ والله افسحك، افسحك يا رمزي، بس اخلص من المعسكر اللي انا فيه ده. انتوا حكايتكم النهارده فيها كهرباء، واقف ليه متنح انت الاخر؟ طفاشه، انا ابتديت اقلق. بقول لك ايه؟ الغيبه طالت بتاعت الرجاله، تعال نخش نطقس جوه. يلا بتستعملنا منافستو؟ طالع بدورين في العصابه؟ ها؟ استعملنا؟ استعملنا منافستو؟ تمسك مين انت؟ الراجل عاد. هو سعاده الباشا. والله وقعت يا منافستو. مين منافستو ده؟ اخوانا عيب يا رجاله، انا ما عملتش حاجه والله. هاكل محفوظ. النضاره تتكسر. طيب روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل جوه. حاضر يا فندم. استنى يا عم. اهو بكل الله.
طلنا الشرطة الله يحرق. امال مين منافسته؟ حضرتك انا اسمي عادل ودي البطاقة بتاعتها ايه؟ والله وقعت منافسته. هو اليوم باين من اوله. يشبه من الشبه 40 يا دولا. ده ايه؟ رمسيس. وده ايه؟ رمسيس. يبقى ده رمسيس الاول وده رمسيس الثاني اهو. ده ايه؟ رمسيس. وده ايه؟ عتبة. ما هو هو. عليكم السلام. حضرتك استاذ عادل؟ معلش حضرتك احنا لسه ما خلصناش الطلبيه، قدامنا شويه على ما نخلصها. ولا فين ورق البردي؟ فين بقيت ورق البردي؟ يلا يلا انت ما فيش حاجه بتعملها صح ابدا. ايه دوله؟ ايه اللي انت بتتعصب ليه دوله كده عليا؟ لا وبعدين ده ورق يا عم، ورق. انا مش فاهم بس ايه الخواجات الهبل اللي بيشور ورق زي ده، بيكتبوا عليه ايه اصلا يعني؟ يا استاذ عادل انا مش جاي عشان الطلبيه. حضرتك احنا قافلين المحل دلوقتي وموقفين البيع لغايه ما نخلص الطلبيه المهمه اللي في ايدينا دي. يا استاذ عادل ممكن حضرتك تسمعني ثانيه واحده؟ نعم يا سيدي. هو لا فين الفانيلات اللي مرسوم عليها ابو الهول؟ يعني الفانيلات اللي مرسوم عليها ابو الهول؟ طب يا دولا ما قلتش ليه يا عم ان الطلبيه دي فيها الفانيلات دي؟ علشان كنت الحق اغسلهم واكويهم يا عم. انا اسمي رامي. يعني معطلنا حضرتك عن التهزيق اللي انا بهزقه له ده عشان تقول لي اسمك رامي؟ الفانيلات اللي تغسلها واكويها انا يا دولا؟ اصل انا باجر الفانيلات اللي المفروض نبيعها للخواجات دي للعيال اللي هم بيلعبوا كوره في مركز شباب اللي جنبينا دولت. دول علشان ينزلوا كده بزي موحد وبتاع، دول حتى سموا الفريق بتاعهم ابو الهول وعينوني انا المدير الفني بتاعهم يا عم. انا عندي 17 سنه في الثانويه العامه وان شاء الله هنجح السنه دي وهجيب مجموع، وبفكر اخش هندسه القاهره او هندسه شبرا. ماشي يا سيدي، بالمناسبه السعيده دي تحب تسمع ايه؟ مفيش في دماغي حاجه معينه. ولا الفانيلات اللي احنا بنبيعها للخواجات بتأجرها؟ ايوه. ولو سمحت قول لي يا كوتش بعد كده. دي ماشي بتأجرها يا كوتش؟ بتأجرها يا جزمه؟ معلش يا دولا والله العظيم انا بغسلهم وبكوم علشان ما حدش يلاحظ يا عم ان هي اتلبست. وبعدين دول خواجات دولا مش هيعرفوا حاجه يا عم، واللي بيلقطها منهم انا بلبسه تحت الهدوم يا عم. يا استاذ عادل انا جاي اتقدم واطلب ايد الانسه نجلاء. لا ده هو اليوم باين من اوله. وحضرتك بقى عايز تطلب ايديها اليمين ولا ايديها الشمال ولا الاثنين مجتمعين في بروجرام واحد؟ انا شامل في كلامك ريحه السخريه. السخريه وبس؟ السخريه والتهريج والاستهزاء. انت شفت نجلاء دي فين ولا رمزي؟ في طفايتين ناقصين. يلا بنذاكر مع بعض وبناخد كل الدروس مع بعض. بص يا حبيبي، بعد ما تخلصوا مذاكره وتخلص كل الدروس اللي وراك وتاخد الشهاده بتاعتك وتخلص جيش وتكون نفسك تبقى تجيني، ساعتها بقى افكر اجوزها لك ولا لا. ياه ده انا كنت عامل حساب ان اتجوز قبل الامتحانات. قبل الامتحانات تبقى الكوشه بتاعتكم بقى في اللجنه والمعازيم يراقبوا عليكم، مش كده؟ انا شامل في كلامك ريحه السخريه. واضح ان حاسه الشم عندك قويه جدا. يلا يا ابني حبيبي، يلا يا حبيبي اتكل على الله، انا مش فضيلك، اتكل على الله. يا استاذ عادل حضرتك كده بتحطم قلبين. ايوه انا بحطم قلبين، انا حر يا سيدي في التحطيم ولا في قلبين اتحطموا هنا؟ يلا ايه اللي كسره؟ الو. انا كنت متوقع ردك ده وكنا عاملين حسابنا انا ونجلاء. ايه بقى كنت هتتجوزوا عرفي ولا ايه؟ ده حل اخير. طب خلي ابوك يكلمني. يعني حضرتك موافق؟ انا ما قلتش موافق، انا بقول لك خلي ابوك يكلمني. يعني موافق؟ ما قلت ما تخليش اهزقك، ما قلتش موافق. خلاص هنجي لك بكره انا وبابا. سلام. العيال بتوع مركز الشباب دولت بيقول لك ممكن يبيعوا لنا الفانيلات اللي انا مأجرها لهم بتاعت ابو الهول دي الواحده ب 10 جنيه بس، اقول لهم ايه؟ يبيعوا لنا الفانيلات بتاعتنا اللي احنا مأجرينها ليهم الواحده ب 10 جنيه. او يوافق علينا بكام يا رمزي؟ ب 5 جنيه دول. وعايزين هم يبيعوها لنا برغم ان هم مأجرينها ب 10 جنيه. اديني اديني اقفل يالا. رانيا مش نجلاء اختي جالها عريس؟ يا سلام ده خبر حلو قوي، اما اروح افرح ماما. استني بس تفرحي ماما ايه؟ مش تعرفي الاول العريس؟ العريس ده يا ست بتاخد معاه درس. يا بنت ليه يا نجلاء؟ دي البنت دي عليها دماغ، انت عارف يا عادل المدرسين بيكسبوا قد ايه؟ كده ايه بس وبتاع ايه؟ ده يا ست مش مدرس، ده تلميذ عنده 17 سنه بياخد معاها الدرس. طبعا رفضت. المشكله بقى اني لو رفضت هيتجوزوا عرفي. عرفي؟
احنا عندنا بنات تتجوز عرفي؟ ده انا فعصك يا نجلاء، ده انا احط رقبتك تحت رجلي، دي لو حكمت مش هخليها تروح المدرسه واحبسها في البيت. استني بس يا ست العقله، اهدي اهدي كده عشان نعرف نتصرف صح. انا اتفقت مع الواد ان يخلي ابوه يكلمني، وطبعا اكيد ابوه هيرنه علقه اللي هي بالنسبه لنجلاء بقى انا هعرف اتصرف معاها. ناديها لي. كويس ان انت بتتصنطي عشان توفري علينا وقت. نعم. تعالي نجلاء يا حبيبتي، احنا جامعينك النهارده عشان اقول لك في حد كلمك في حكايه جواز، خطوبه، حاجه زي كده؟ اه طبعا كلهم بيكلموني في حاجات زي دي. كلهم؟ اه يعني مش كلهم، انا قصدي في حد كلمك بتحمس شويه؟ اه طبعا كلهم متحمسين. طب قول لي كده اسمه ايه عشان افتكره؟ اسمه رامي. رامي؟ رامي ايه؟ رامي يحيى ولا رامي الريدي ولا رامي مين بالظبط؟ ما انا اصلي اعرف كذا رامي. خرب بيت الكوريدور ما تعرفيهم على بعض. مش مشكله كام رامي تعرفهم، المشكله يعني ان في واحد اسمه يحيى مستنيك بره وبيقول انه عنده ميعاد معاك. ده مين ده؟ اهو هو ده رامي. رامي ازيك؟ هاي نونو. ازيك يا انكل؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك تبقى والد رامي؟ فعلا انا والد رامي. اهلا وسهلا. اتفضل. تشكر. افتكر ان الميعاد بينا كان بكره مش النهارده، مش كده؟ صح كلام حضرتك مظبوط، بس انا الحقيقه يعني قلت خير البر عاجله، اه علشان الاولاد بقى يستقروا في البيت ويبداوا في مذاكرتهم. الله، هو في ايه؟ بنتك يا حماتي جالها عريس. عريس؟ يا سلام، امال انت بقى بتعمل ايه يا حبيبي؟ انا بعمل ايه؟ لا مش عريس لمراتي، بنتك التانية اللي قاعده جنبي. يا جماعه يا استاذ لو سمحت، الهانم اللي قاعده دي عمرها 17 سنه. يا سلام، ده عز الطلب، لانها في عمر الولد رامي بالظبط. شوف يا باشا، انا عن نفسي مؤمن جدا 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 بالزواج المبكر. ليه بقى؟ لان الزواج المبكر بيتيح للاولاد ان هم يتربوا في ظل ما يكون ابوهم وامهم بصحتهم، ويجروا مع بعض كده كلهم ويزقلطوا. يزقلطوا؟ بس حضرتك يعني انا شايف انه سنه صغير على الزقلطه دي، يعني محتاج ان هو يكون نفسه ويجيب شقه ويجيب عربيه ويشتغل. لا 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 لا، اسمح لي بقى يا باشا، انا مرتب كل حاجه. الولد ده اللي انت شايفه قدامك بياخد مصروف في الشهر 2000 جنيه، وبعدين بقى ان شاء الله هيزيدوا لما يتجوز، هيبقى عنده بقى مسؤوليات ما انت عارف. وبعدين بالنسبه للسكن فهو هيسكن في الفيلا، هياخد دور بحاله كامل لوحده. اما بالنسبه لشهر العسل فهيقضي عندنا في باريس. بس المهم عندي دلوقتي اهم حاجه المذاكره، ويثبت في المذاكره هو والبنت. ايوه حضرتك، يعني بالنسبه لباريدي ينفع نبقى نروح معاهم؟ طبعا كلنا لازم نروح باريدي، كلنا طبعا. امال يعني هنسيبهم يروحوا لوحدهم؟ بس بعديهم باسبوع عشان نسيب لهم فرصه كده. تعرف يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه يا ماما. اصبري، دول شويه عيال صغيرين. جريه يا رانيا بقى، هو انت هتغيري من اولها ولا ايه؟ يا عادل انا ارفض الجوازه دي، لان الابحاث العلميه بتقول ان الجواز في السن ده بيقارن بنسبه الخصوبه عند الاطفال بنسبه 20%. لا لا لا، انا النسبه سمعتها قبل كده كانت 30% مش 20%. بس بعيدا عن النسب، يعني حضرتك النهارده بتفاجئني، يا ريت تسيب لي فرصه افكر. طيب بس يا ريت ترد عليا بسرعه عشان احنا بقى عشان عايزين نمشي بدري. يلا بقى يا رامي، انت عندك مدرسه بكره الصبح يا حبيبي. يلا معلش يا بابا، انا هروح مع اصحابي اسكندريه نتعشى هناك وارجع على طول. ايه يا نونو، ايه النظام؟ هتيجي؟ اروح يا ماما. روحي يا حبيبتي، روحي بس تقلي هدومك. ها يلا. استني استني، تروح ايه وتقلي هدومها؟ اسكندريه ايه؟ هو ده طموحك؟ اصبري يا ماما، بيقول لك في بغي وبتاع، ما نرد على الناس. تروحي فين؟ مفيش اسكندريات. بس بقى انا اطمع ان انا وسعادتك يعني نتقابل بعد يومين بالظبط. يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، يلا. مع الف سلامه. صباح الخير يا هانم. صباح الخير يا عروسه. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. يلا يا ابني، مع ربي يجعله خير. شايف بقى احنا خارجين الساعه كام عشان الباشا يشهد؟ عارف ولا مش عارف؟ يلا يا حبيبي تصبح على خير. كويس قوي ان ياسمين ما جاتش، كان جاب لها عريس رخص. مين الراجل اللي جاي معاك ده؟ ده شكله مش ابوك خالص. انا مش عارفه هم ازاي صدقوه. عيب يا نونو، ده انا بقى ضروري شقلبازات. عارفه مين الراجل ده؟ مين؟
مستر توفيق مدرس علم النفس، مثال للمدرس الفاسد، ده خد مني 8 حصتين مقدم ابن الايه، ده غير الوقت الاضافي اللي بيحسبوه لي بالثانيه. وجوز اختك ده رغاي رغي وبيلت ويعجن في اي حاجه، بس مش مهم، كل هون مهم ان احنا نتجوز حبيبتي. طب وهتعمل ايه في اهلك؟ لا ما تخافيش، ماما مش هيرجعوا من دبي الا في الاجازه، هنكون احنا متجوزين ومترستقين في الفيلا، وانا ابنهم الوحيد مش هيرضوا يزعلون، كبرها هيطلقونا وانا اكون عملت اللي انا عايزه. لا ما تخافيش، انا هكتب لكم اكتر بمليون جنيه، وهم لما يلاقوا المبلغ كبير كده هيسيبونا متجوزين ارخص. اكتر حاجه بحبها فيك دماغك وخططك. عيب يا نونو، ده انا عملتها كتير قبل كده. بتقول ايه؟ وانت اتجوزت قبل كده؟ لا 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 لا، مش انا، لاصحابي، وما شاء الله عايشين زي الفل ومتجوزين ومعاهم عيال. طيب المهم بس نخلص بسرعه قبل ما حد ياخد باله. المهم بس انت جوز اختك يبطل لت وعجن عشان توفيق مقشطني. بس زي ما اتفقنا ماما لازم تيجي تعيش معانا في الفيلا. مش ماما بس، كلهم، بس ما عدا جوز اختك الرخم ده. يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان انت هتخطب؟ لا، ده ابو رامي هو اللي هيخطب عشان ابنه يعني، وانا جمعكم عشان اخد رايكم. والله يا عادل انا شايفه ان الجوازه دي جوازه لقطه، اولا الناس محترمين وهيريحوا البنت ومرتاحين هما شخصيا. ايوه بس برضو مسؤوليه كبيره قوي يا حماتي، يعني الولد هيتحمل مسؤوليه ازاي وهو صغير في السن ده؟ ده انا لغايه دلوقتي وبقيت شحط مش قادر اتحمل مسؤوليه البيت ده. يا حبيبي مش قادر تتحمل المسؤوليه عشان ما عندكش اب زي ابو رامي. انت بتقولي فيها، بس برغم ان انا مستغرب من الموقف ده وموقف الجوازه دي، لكن معجب جدا بالراجل ابو رامي ده، بيدور طول الوقت لابنه على ان هو يسعده. طب ما تخليه يتبناك يا عادل. والله هو لو ابنه اتجوز نجلاء هيتبننا كلنا ان شاء الله. عموما يا جماعه انا شايف ان الجوازه دي كويسه قوي وانا موافق. يعني ايه موافق؟ انا بقى مش موافق. دو شويه عيال لسه ما طلعوش من البيت، مش بعيد الهرم ترجع لنا متطلقه بعد يومين لما الاستاذ يغير، لما تجيب مجموع اكبر منه في الثانويه العامه كثانويه عامه يعني. انا اقول لك الحل، الحل ان امها تحرج عليها لا تذاكر ولا تفتح كتاب، ولا اقول لك تسقط احسن، ولا هي مجيده؟ والله يا عندك حق يا انعام، انا مش عايزاها تذاكر ولا تروح دراسه اصلا، بلا دراسه بلا زف. ازاي يعني؟ اهم حاجه في الدنيا الدراسه والمدرسه والجامعه، انا اهم حاجه عندي التعليم كتعليم. رغم ان انا يا جماعه ما بحبش البت نجلاء دي ولا بطيقها اساسا، ونفسي تغور من البيت النهارده قبل بكره، بس بصراحه يا عادل الجوازه دي غلط في غلط. اول مره تقولي حاجه صح يا سناء. يعني انت يا عادل توافق ان ياسمين تتجوز واحد في سنها وهي في السن ده؟ انا عايزه اخلف قبل ما اتجوز الاول يوم. لا 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 يا ياسمين حبيبتي. لا، البنات الشاطرين لازم الاول يتجوزوا وبعدين يخلفوا. نرجع لموضوعنا بقى يا جماعه، انا شايف ان احنا نسطر نجلاء ونتجوزها الجواز ستره برضو، اهو برضو بالمره نخلص بقى. وانتي طبعا هتروحي تعيشي مع بنتك في الفيلا وتفضلنا مكان في البيت. يا سلام يا اختي، هو ده اللي يهمك يا طنط، ان المكان يفضى في البيت؟ يا جماعة من غير ما تختلفوا احنا نصوت على موضوع الجواز ده. نصوت عليها من دلوقتي، مش نستنى يا عادل لما تطلع الاول بعدين نصوت عليها. ايوه ايوه ست سناء بقى، انبوري بقى، انبوري يا اختي انبوري. بهدوء يا جماعة كده اهو، مين اللي موافق على جواز نجلاء؟ انا. اغلبية موافقة على بركة الله، انا هكلم الراجل اللي يجي لنا بكرة ان شاء الله. اهلا وسهلا، منور والله. اهلا بسعادتك يا عادل بيه، متشكرين جدا جدا على الترحيب والله اللي احنا شايفينه من سعادتك ده. وناويين بقى تورونا الفيلا امتى ان شاء الله؟ من دلوقتي لو حبيت يا هاني. حضرتك على طول مستعجل كده، مش معقوله يعني. انا ما عنديش وقت، وقتي كله بفلوس، شفت عملنا قد ايه لحد دلوقتي يا حبيبي. انا عاوز ربنا يتمم بخير في اسرع وقت. نقرا الفاتحه بقى. لا يا ابني ليه بس الاستعجال ده؟ نقعد الاول ونشرب حاجه ونتكلم في التفاصيل ولا ايه؟ اطلب والشرط زي ما انت عايز يا عادل بيه. امال الهانم والده رامي فين؟ امال ماما ست كبيره وعيانه وراقده في البيت. نخش احنا في موضوعنا، ما تكلمناش في المهر يا حبيبي. المهر ده حاجات شكليات مش مهمه، المهم ان انتوا تقعدوا في الفيلا بتاعتكم وتتساعدوا. بس احنا مش هنقبل باقل من 20,000 جنيه في الشبكه. اللي تؤمر بيه نجلاء هانم هيجي لها لحد هنا والله يا عادل بيه. نقرا الفاتحه بقى يا ابني. انت عايز بس تورينا ان انت حافظ الفاتحه وخلاص؟ لسه في تفاصيل كتير هنتكلم فيها. احنا تحت امرك يا عادل بيه، من ايدك دي لايدك دي. بس يا ريت بسرعه عشان وقت بابا بفلوس.
انا يا ابني الاستعجال بتاعك ده طول الوقت مش مخليني يعني قلقان كده، حاسس ان انتوا تاني يوم الجواز هتخلفوا على طول. لا لا استنى يا عادل، انا في كلام مهم عايز اقوله. انا بصراحه قلقانه من السن الصغير في الجواز، علشان كده احنا عايزين مؤخر كبير يضمن جديه الجواز. انا عامل حسابي على مؤخر بمليون جنيه. هو نويتوا تطلعوا امتى ان شاء الله؟ انتوا بتهزروا، مليون جنيه؟ مش شايفين ان ده مبلغ مبالغ فيه يعني؟ يا عم هي فلوسنا يا عادل بيه. ايه ده؟ امال فلوس مين؟ فلوس بتيجي وتروح، المهم الرجاله يعني، صح؟ مش هنختلف على حاجه، نقرا الفاتحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده بس، عرفنا يا سيدي، هو انت مش حافظ غير الفاتحه؟ اصبر اصبر بس. احنا قلنا لحضرتك مش هنختلف في اي حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. عادل جبت لك الشورت المنقط اللي انت عايزه. ايه ده؟ احنا عندنا ضيوف؟ لا مش ضيوف ولا حاجه، مفيش حد غريب، ده رامي خطيب نجلاء والاستاذ يحيى والده. يحيى؟ يحيى مين؟ في ايه يا سناء؟ اصل دوت تو... اه توفيق، توفيق اللي كان معايا في الكليه، اسمه توفيق مش يحيى، توفيق توفيق. اكيد تشابه اسماء، انا عارف بابا يحيى كويس. بابا يحيى مين يا ابني؟ ده توفيق كان معايا 4 سنين الكليه. فاكر نشاط الاجتماعي والاسر والرحلات لما كنت بتلم مننا فلوس كنا هنطلعكوا الغردقه وبعدين فص ملح وداب. طب نستأذن احنا؟ نستأذن احنا بقى. لا تستأذن فين؟ وريني البطاقة بتاعتك لو سمحت. ما بيصحش يا استاذ، قولي له حاجة يا استاذ سناء. طب هبقى احدد معاك ميعاد الحصة الجاية على التليفون. استنى هلا، استنى هلا، اخرب بيتك، استنى هلا. بطاقتك يا استاذ راح فين؟ انت موجود معايا النهارده. بطاقتك؟ والله العظيم يا سعادة البيه انا ماليش دعوة بأي حاجة، الواد ده هو اللي قصدني، قال لي انا عايزك في مشوار كده بعد الظهر هتوفق راسين في الحلال يعني، وانا والله قلبي رهيف. قلبك رهيف؟ ماشي انا اوريك بقى يا ابو قلب رهيف. تستغلوا البت الصغيره الهبله وتضحكوا عليها. يا سعاده البت اللي صغيره ولا حاجه، البت دي هي اللي خططت لكل حاجه بكل ذكاء والله. بس انت يا بنت افتحي الباب، افتحي الباب بقولك، افتحي. انت يا استاذ مش كنت عايز توفق راسين في الحلال؟ اه والله. انا بقى هوفق ايدين في الكلبشات. لا 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 ارجوك قولي له اي حاجه بحق الاسر وبحق الشندوتشات اللي كنا بنجيبها مع بعض وبحق النصب اللي نصبته عليكم. توفيق. ايوه. وقعت تحت درس يا توفيق. يعني تشتري اللهم صل على النبي يعني لوت كتير اوف تماثيل بلوت اوف ماني يعني اي وونت هيلب يو تو. الله يخرب بيتك يا رمز، الله يخرب بيتك، الراجل هيموت مننا، شارب لغايه دلوقتي 24 حجر، حرام عليك، ده صدره خلاص قرب يتخرم. هانت هانت، دول هم حجرين كمان وهيقر ويعترف على كل حاجه. يقر ويعترف على ايه واحنا بنقرب جاسوس؟ لو سمحت يا دوله سيبني بقى عشان اطلع المصلحه. بص مالكش دعوه اي مصالح. بص يا خواجه سيبك من الشيشه دي وتعالى نركز مع بعضينا شويه في البيزنس يعني. ها واعوذ بالله من كلمه وي، اي تماثيل انت عايزها كبيره صغيره مومياوات مقابر انا ماي ايس ليك يعني. شوف انت اي دولارات معاك اللي انت معاك يعني عايز تشتري بيه ادهوني وانا هظبطك. انا مبسوط كتير اني اتقرفت. لا لو الشيشه دي قرفتك ممكن نجيب شيشه تانية نغيرها يعني. يا غبي اتقرفت يعني اتعرف يعني بينا يا دولا؟ ده الكلمه خرمه وداني من جوه يا دول، هو قصده يقول ان احنا مش نضاف. لعلمك بقى يا خواجه، لعلمك احنا اكتر شعب بيستهلك صابون بريحه في منطقه جمهوريه مصر العربيه. اهو حتى بص اهو. فرجوا على معالم القاهره، فرجوا على المعالم، فرجوا. اقعد يلا بس ما تضرب للناس السياحه في مصر. زي ما بقول لك كده يا خواجه يعني انا عينيا ليك. يا عم هتموت نفسك بالشيشه دي، سيبها خالص، ليت ذا شيشه تو ذا اذر بيبول يعني، مالكش دعوه انت. احنا تحت امرك يعني. احنا كنا عايزين نعمل فيلم كبير قوي عن اسره مصريه وعادات وتكاليد هنا في ايجيبت يعني في مصر. اسره مصريه؟ يعني عايزين تماثيل مثلا واحد وابنه او واحده وجوزها وعيلين. تحتمس كان عنده عيلين وكان عنده عين متبنيه. ليسن مستر ادل، احنا عايزينك تساعدنا في فيلم ده، عايزينك انت وقلتك تمثل معانا في فيلم.
بمثل في الفيلم؟ لا ده موضوع يعني عايز تفكير طبعا. انا عمري اصلي ما مثلت، لا كسف جدا يعني، لكن هفكر. المهم الحقوا انتوا بقى الحجز بتاعكم بتاع الاوتيل. الحقوا ايه يا دول؟ عيب يمشوا كده، ده عيب. عيب ايه؟ ايوه يا دول عيب، يعني ازاي تبقوا قاعدين هنا وعايزين تروحوا تقعدوا في اوتيل يعني، وبيت اخوكم حبيبكم عادل يسع من الحبايب 20 50 ألف. فيري فيري نايس. دي فكره كتير كويس. لا دي فكره كتير مش كويس. واو. ابوس الواو. يا عم الهايل. اهلا وسهلا. دول مالك يا عمي؟ مالك في ايه؟ ان شاء الله دول ضيوف وهم بيجوا برزقهم، صدقني يا دول. وبعدين دول مش ضيوف عاديين يعني بتوع شروه وتعدي والكلام من ده، لا دول هيبقوا زباينك على طول، يعني الوفات مؤلفه يا دول. فين بقى المشكله؟ المشكله ان انا جبتك معايا هنا يا رمزي. يا غبي يا غبي، دول هيجوا يقعدوا عندي فين في البيت؟ هيبيتوا فين؟ هيبيتوا فين؟